مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف. النهارده ان شاء الله هنتكلم على انطلاقه طبعا الدوريات الاوروبيه، خلاص على الطريق، وخلال ايام نتكلم في بكره هيكون انطلاق البريمير ليج بمباراه طبعا كريستال بالاس والارسنال، وكل الدوريات الاوروبيه خلاص خلال الايام اللي جايه. عندنا ان شاء الله الدوري الانجليزي والالماني والفرنسي يوم الاحد اللي جاي، وكمان عندنا النهارده كمان تحليل وتحليل كامل للصفقات الخاصه بالفرق الكبيره، واللي هنتكلم عليها كمان عن مفاجاه مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي. كمان هيكون معانا النهارده استكمالا لما قدمناه، واحنا زي ما بقول لك في المحترف بنحاول نقدم رسائل تفيد الكره المصريه. عندنا موهبه جديده، موهبه ذات اصول مصريه نشطه في الدوري الالماني. كلمنا على محمد طلبه، ولد بيلعب وسط ملعب مدافع في بوخم الالماني، واخوه ادم ولد عنده 17 سنه كمان بيلعب في بوخم. ومحمد طلبه خلاص اتصعد للفريق الاول لبوخم الالماني وهيلعب في البوندز ليجا. النهارده كمان عندنا موهبه مصريه المانيه موجوده في الدوري الالماني. كل دوت يعني بنحاول نساعد بقدر الامكان الكره المصريه ومنتخباتنا يعني وجود عناصر مهمه وعناصر شابه وعناصر موهوبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه، ويكون ليها ان شاء الله نصيب تكون موجوده في المنتخبات المصريه، سواء منتخب الشباب اللي بنبارك له ونقول له ألف مبروك يعني الوصول طبعا للمباراة النهائية في طبعا كأس العرب، بيأدوا أداء ولا أروع، وكل التوفيق في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي، منتخب الشباب، منتخب الأمل، وطبعا يليه المنتخب الأولمبي اللي نتمنى إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية يكون فيه. خلاص إحنا بنتكلم الأولمبيات والتصفيات الأولمبية بقت قريبة جدا جدا، ومنتخب الشباب بنبارك له ونقول له إن شاء الله بإذن الله تقعد لنا بهذه البطولة كأس العرب، بطولة قوية جدا وبيأدي أداء أكتر من رائع. خلينا نتكلم كمان، هنتكلم على ملفات كثيرة جدا جدا النهاردة. الحديث طبعا يمكن عن الأخطاء التحكيمية والظلم التحكيمي اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، مش بتكلم على السنة دي، كمان على السنة اللي فاتت. زي ما بقول لحضراتكم احنا دايما هنا في قناة النادي الأهلي كنا دايما صدقوني بنساند الحكام وبنعمل سبورت للحكم المصري، لكن اعتقادي الشخصي وخاصة مباراة الأمس والخطأ التحكيمي في غرفة الفار، خلاص يعني طفح الكيل زي ما بيقولوا، ويعني كل جماهير النادي الأهلي كانت غضبانة جدا. وإحنا بنتكلم ما بنقولش ده، إحنا لازم نعترف عندنا أخطاء، عندنا أخطاء، عندنا مشاكل على المستوى الفني، عندنا مشاكل على المستوى الفني ما فيش شك، لكن خلينا إحنا كمان نعالج كل دوت من جوانا إحنا. لكن لما الأمور بتتطرق لعوامل أخرى بتسبب لك إنها تعطلك بشكل وبشكل كبير جدا، ده لازم نتكلم عليه ولازم ندافع عن حقوقنا. ولما بندافع عن حقوق النادي الأهلي إحنا ما بنفنش راسنا في الرمل نقول إحنا لا إحنا مية مية ولكن الناس التانية اللي غلطانة، لا، عندنا أخطاء وعندنا مشاكل، ده بنعترف بيه 100%. ولكن كمان ما نسيبش كمان حقوقنا، ما نسيبش على سبيل المثال أكتر من 14 نقطة هذا الموسم يفقدها النادي الأهلي بسبب التحكيم. المباريات المتتالية وكمان على مستوى اللعيبة، لعيبة النادي الأهلي المستهلكة بدنيا بقى لها أكتر من ثلاث سنوات، كل دوت يعني أنا ليا يعني وجهة نظر كده وأحب أقولها لحضراتكم في الضجيج والشغب والزعيق الكبير جدا جدا على السوشيال ميديا. عايز أقول لحضراتكم وأنا واحد متربي جوه النادي الأهلي، النادي الأهلي يا جماعة نادي مختلف، النادي الأهلي مش عايز أكرر الجملة مختلف تماما عن أي نادي تاني حتى في حلول قضاياه. أنا متفاهم جدا غضب الجماهير على السوشيال ميديا، غضب انت مش هتزعل يبقى انت مش جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي مش متعود يخسر بطولتين في سنتين او ثلاث بطولات او مش متعودين على ده، وبالتالي ردود الافعال عاليه جدا لان موقف جديد على النادي الاهلي مرينا بيه في بعض السنوات. ولكن في السنوات اللي فاتت ما كانش فيه السوشيال ميديا بهذا الشكل. وزي ما بقول لحضراتكم أنا عن نفسي إن شاء الله مطمن على النادي الأهلي، عندنا مجلس إدارة محترم رغم كل الناس اللي بتتكلم على مجلس الإدارة، إحنا ورا مجلس إدارتنا ورا النادي الأهلي، لأن النادي يقول لك ما تتكلمش على أسماء اتكلم على الكيان، طب ما هو الناس ديت هي شايلة الكيان،
مين المسؤول عن الكيان دلوقتي؟ المسؤول عن الكيان مجلس الاداره و و و, و. لازم نعمل سبورت للناس ديت، لان في بعض الناس الثانيه عايزه تهد من جوه، عايزه تهد من جوه. واحنا يعني الحمد لله جماهير النادي الاهلي واعيه بشكل كبير جدا، وزي ما بقول لك النادي الاهلي بيتعامل بشكل مختلف. النادي الاهلي في كبوه، في كبوه، عندنا ازمه، عندنا ازمه، كلنا بنعترف بده، وانا واحد من اولاد النادي الاهلي وزعلان وغضبان، لكن كمان عندي ثقه، عندي ثقه ان الكبوه دي هتمر، وان شاء الله هتمر سريعا جدا، لان احنا النادي الاهلي، وسيعود النادي الاهلي ان شاء الله اقوى مما كان في بعض الحاجات اللي لازم تتعمل، وهتكلم مع حضراتكم فيها من خلال المحترف. لكن خلينا نتكلم دلوقتي كمان على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه النهاردة، طلع بالقرارات التالية: المطالبة بإيقاف لجنة الحكام اللي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، المطالبة كمان بإيقاف حكم الفار في مباراة النادي الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه مما يعني بدر منه في هذا الشأن، عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كاس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي، استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال طبعا الساعات القليلة القادمة. زي ما بقول لحضراتكم، اللي بيحب النادي الاهلي ما بيحبوش بس ساعه الفرحه والكاس والدوري والبرونزيه وكاس افريقيا، لا، اللي بيحب النادي الاهلي بيبان دلوقتي، اللي بيحب النادي الاهلي بيدافع عن الكيان دلوقتي في وقت الازمات. كلنا سبورت لمجلس ادارتنا، كلنا سبورت لمن يعمل ومن يشيل اسم النادي الاهلي، كلنا وراه وكلنا بنسانده، واحنا متاكدين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه باذن الله هذه الأزمة ستمر، وستمر سريعا إن شاء الله. النادي الأهلي نادي كبير، ويبقى دائما الأهلي فوق الجميع. طب يلا نخش على أخبارنا النهاردة، وهنتكلم على بعض الأخبار السريعة قبل ما نخش على الصحف. نتكلم على رئيس نادي نابولي الإيطالي، اللي ناديه يعني قال لك مش هتعاقد مع أي لاعب من أفريقيا أو من أمريكا الجنوبية إلا في حالة واحدة بس، إذا قبلت اللعيبة ديت الغياب عن منتخباتهم أو منتخبات بلادهم في منتصف الموسم الكروي، لتمثيل طبعا على مستوى بنتكلم على بطولة أفريقيا أو في الكوب أمريكا. رئيس طبعا نابولي يعني عمل ضجة كبيرة جدا، وقال لا تتحدثوا معي عن اللاعبين الأفارقة بعد الآن، أتمنى لهم التوفيق، لكن إذا ما وقعوا لي تنازل عن عدم المشاركة في أمم أفريقيا في هذا الحال سأضم الكثير منهم، ولكن غير كده مش هضم ولا واحد أو ولا لعيب على أفريقي في نادي نابولي. وأكد إحنا أغبياء لأننا بندفع الرواتب للعيبة الأفارقة لنرسلهم للعب من أجل الآخرين. عايز أقول لحضراتكم، وهو كان من بيقول تعتبر الأندية ملزمة طبعا بالسماح للعيبة الدوليين بالانضمام إلى منتخب بلادهم خلال الفترات الدولية اللي بيشرف عليها طبعا الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني تصريح كان غريب جدا جدا، وطبعا نابولي كمان من الأندية الكبيرة جدا ولعب ليها العظيم مارادونا، لكن رئيس النادي بيقول ما تكلمونيش على التعاقد مع أي لعيب أفريقي في الموسم ده ويمكن في المواسم اللي جاية، إلا لما يمديلي أنه مش هيلعب مع منتخب بلاده، وأعتقد ده صعب جدا. طيب نروح لنادي تشيلسي، أعلن تعاقده خلاص لمدة 6 سنوات مع اللاعب الوسط الإنجليزي الصاعد كارسي لاعب أستون فيلا، وكان طبعا الفريقين أستون فيلا وتشيلسي أعلن تواصل للاتفاق لانتقال هذا اللاعب من أستون فيلا إلى تشيلسي، والسماح للاعب بالسفر خلاص للندن على طبعا الاتفاق على الجوانب الشخصية المتعلقة، وكمان الخضوع للفحص الطبي. لم يكشف لغاية دلوقتي، ما تمش الكشف عن أي تفاصيل بالنسبة للجوانب المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قررت أو قدرت قيمة هذه الصفقة بحوالي 20 مليون جنيه استرليني، 24 مليون وتقريبا ونص مليون دولار. كذلك أكدت صن الإنجليزية أن ليستر سيتي متمسك كمان بالحصول على 85 مليون استرليني نظير بيع لاعبه ويسلي طبعا وفوفانا لفريق تشيلسي، اللي حدد بالفعل راتب اسبوعي لهذا اللاعب يقدر بحوالي 200 ألف جنيه استرليني.
على الجانب الآخر أنطونيو كونتي طبعا المدير الفني لطبعا توتنهام عنده الثقة تامة لنيكولولو، ده طبعا لاعب روما الإيطالي، وأكدت بعض التقارير أن إدارة توتنهام بترصد حوالي يعني ما يبلغ من 60 مليون جنيه استرليني لضم هذا اللاعب خلال الفترة القادمة. طبعا عندنا كمان أخبار الصحف طبعا والعناوين العالمية نشوفها مع حضراتكم في المحترف. يلا نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحف الرياضية بصحيفة ماركا الأسبانية. صحيفة ماركا ركزت على أورلين تشواميني طبعا لاعب ريال مدريد، وكوندي لاعب برشلونة، كوندي الفرنسي اللاعب الفرنسي اللي يعني هم الاثنين أصدقاء سابقين، وكتبت والآن وقت الحرب. طبعا اثنين لعيبه على مستوى عالي جدا، واحد في الريال واحد في برشلونه، وننتظر الكلاسيكو العالمي برشلونه وريال مدريد. تحدثت كمان هذه الجريده عن رغبه برشلونه في التعاقد مع مدافع اتلتيكو بلباو مارتينيز، وكتبت يعني فرصه في السوق. الصحيفه اهتمت بانطلاق كمان الدوري الالماني باللقاء فرانكفورت وبايرن ميونخ، وكتبت انطلاقه الدوري الالماني. الصحيفة نفسها كمان اتكلمت عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، وكتبت باريس سان جيرمان يدخل سباق سيلفا. صحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت اجتماع برشلونة من أجل ماركوس ألونسو وأوماتيدي، ودون طبعا أكيد وكمان دون أرقام وكوندي الفرنسي المنتقل حديثا إلى النادي الكتالوني. لسه في أسبانيا مع جريدة آس الأسبانية، ركزت الجريدة على الكرواتي لوكا مودريتش ومستواه في الفترة الإعدادية للموسم، وكتبت الأسطورة متواصلة. يعني مودريتش طبعا 37 سنة ولكن بيظهر في البري سيزون بمستوى أكتر من رائع، وبتقول أن طبعا الأسطورة مستمرة. نفس الجريدة تحدثت عن جيرارد بيكيه طبعا مدافع برشلونة، وكتبت بيكيه يتمرد. الصحيفة كمان اهتمت بأخبار الأندية الأسبانية وكتبت عن أتلتيكو مدريد، وكتبت كرينزمان يرغب في فك الصيام أمام قادش. طيب نسيب أسبانيا نروح لفرنسا، نروح لكيب الفرنسية. لكيب الفرنسية ركزت طبعا على الدوري الفرنسي وصراع البدايات، وكتبت سباق منذ البداية. كمان اهتمت بفريق باريس سان جيرمان، وكتبت باريس السنة السابعة. هنسيب فرنسا سريعا ونروح لإنجلترا، تحديدا ميرور الإنجليزية اللي كتبت غضب كريستيانو بعد طبعا وصف تيغ هاج خروجه المبكر بغير المقبول. أضافت الصحيفة البلوز يحاول خطف فرانكي في إشارة طبعا إلى استهداف تشيلسي التعاقد مع فرانك دي يونج لاعب طبعا لغايه دلوقتي لاعب برشلونه والذي يريد المان يونايتد، وكتبت انتهاء الجلوس على الركبه في البريميان ليج. البريميان ليج خلاص بيلغي، حضراتكم عارفين كان قبل صفاره البدايه كان في الجلوس على الركبه، ولكن خلاص مع بدايه الموسم تنتهي هذه العاده. طب ديلي ستار الانجليزيه كتبت لي لا يوجد طريق للعودة بعد طبعا انتقاد تين هاج المدير الفني للمان يونايتد لسلوك كريستيانو رونالدو غير مقبول. طبعا بيقول سي يو ليتر، يعني خلاص اعتقد العلاقة بقت علاقة شبه مستحيلة. حضراتكم عارفين كان كريستيانو رونالدو لعب مباراة في البري سيزون، مباراة ودية، اتغير ما بين الشوطين، ولكن بعد خروجه ما عادش طبعا في الاستاد، لكن خد الشاور بتاعه وخرج خارج الاستاد، وده طبعا كان يعني غير مقبول للمدير الفني الهولندي الجديد للمان يونايتد، وقال خلاص العلاقة في نهايتها مع كريستيانو رونالدو. بكده خلصنا طبعا فقرة الصحافة. بعد الفاصل عندنا سعيد علي الناقد المتميز ومحلل الكرة العالمية هيكون ضيفنا النهاردة في المحترف، ونبدأ مع حوارنا وملفاتنا في المحترف. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز ومحلل الكره العالميه سعيد علي. مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، منور بيك دايما، وتحياتي لحضرتك والمتابعين الكرام. ربنا يخليك يا سعيد. قبل ما نخش في ملفاتنا النهارده في المحترف وانطلاق الدوريات الاوروبيه وخاصه البريمير ليج، النهارده طبعا كان في قرارات مهمه جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي فيما يخص الفتره القادمه، ويعني من وقت قليل طلعت بعض القرارات اللي بتدين بشكل او باخر العمليه التحكيميه اللي في مصر، وخاصه امام او في مباراه النادي الاهلي، وكان اخرها طبعا المباراه اللي فاتت امام فاركو، و يعني لقطه كوميديه، مش لقطه تحكيميه، البار في لقطه كوميديه، والنادي الاهلي النهارده بيطلع بقرارات بتدين التحكيم، و طبعا بيقول مش هشترك في اي او اي مسابقه بيديرها الاتحاد، بيتكلم على كاس مصر وكاس السوبر المصري. رايك ايه في القرارات، ورايك ايه في الشكل العام كمان للتحكيم المصري خلال هذا العام؟ في الحقيقه انا بشوف ان النادي الاهلي مارس صبر غير عادي. صحيح. صبر على لجنه الحكام وعلى اداء اتحاد الكره، مش بس الموسم ده، الموسم الماضي، والنادي الاهلي دفع ضريبه صبره، خساره بطوله مشكوك فيها بشكل كبير جدا. انا بقول وبشكل واضح وانا مطمئن لده تماما، ان بطوله الدوري 2022 هي البطوله اللي بتحطها شبهات او الاكثر شبهه على مدار تاريخ المسابقات المصريه. واضح جدا 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 ان احنا تخطينا مرحله الاخطاء البشريه في اداء الحكام الى مرحله النوايا السيئه. يعني انا وانا بستوقف قدام خبر ان كلاتنبرج الخبير الانجليزي جاي ولا لا علشان يطور اداء التحكيم، سالت نفسي سؤال مهم: لو طورنا اداء الحكام ماذا عن ضمائرهم؟ ماذا عما يدور خلف الستار؟ الموضوع فوق كل، يعني فوق اي منطق. الاخطاء واضحه جدا، باينه جدا بشكل مرعب. ده بيقول لك ان فعلا في رغبه ما عند طرف ما لتوجيه البطوله الى طرف ما. خلاص بقى الحكام بيخوضوا المباريات بشكل واضح نيابه عن هذا الطرف. النادي الاهلي صبر كتير جدا جدا، رغم انه قادر ياخد قرارات قويه وحاسمه زي اللي حصلت النهارده. كان مهم قوي هذه القرارات تصدر، وكان ربما كمان يكون في وقت سابق، لان حقيقي عدم مشاركه النادي الاهلي في كاس مصر او مشاركه النادي الاهلي في السوبر المصري ده بيعرض الكره المصريه لخسائر كتير جدا جدا. مهم يدركه النادي الاهلي كان دايما عنده طبعا حرص على المصلحه العامه. برافو عليك. اولا يعني استمرار المسابقه، استقرار المسابقه، شكل المسابقه، بس مش هفضل ادفع طول الوقت الضريبه، ولا مش على حساب الفريق ولا صحيح. حساب الكيان، ومش هتفضل طول الوقت تصدرني الازمه مع الجمهور، لان احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا عليك. فانا مش يعني ما ترهنش طوال الوقت على ان انا الطرف الاحكم، على ان انا الطرف المسؤول، على ان انا الطرف اللي بيتحمل اخطاء الصغار واخطاء الغير. لا، تاكد ان هي وقت وهنفجر، ولو انفجرت هتشاركني في دفع الضريبه وهتكون اكبر عليك، لان فعليا عدم مشاركه النادي الاهلي في كاس مصر خلاص كل عقود الرعايه اللي انت عملتها باي باي. السوبر المصري اللي معمول في دوله شقيقه بدون النادي الاهلي مش سوبر مصري. احنا النهارده بنشوف احدى الدول بتخطط لافتتاح ملعبها وبتطالب ان النادي الاهلي يشارك حتى لو هو مش بطل الدوري، اللي احنا عارفين قيمه النادي الاهلي امام الرعاه وفي العقود التسويقيه عامله ازاي. فبالتالي لازم الناس المسؤوله عن اداره الكره المصريه تدرك كويس جدا حجم النادي الاهلي واثره. فبالتالي بشوفها الناس اللي بتدير الكره المصريه، ويمكن كان من خلال القرار برضه عشان الناس تبقى الامور واضحه بالنسبه لهم، كان قرار ضد عمليه التحكيم وضد مسابقه الاتحاد، ولكن مش ضد رابطه الانديه، لان لا. النادي الاهلي عايز دايما الاستقرار في المسابقه، وعايز دايما يكون صحيح. يعني في احنا بنطلب العداله، مش العداله للنادي الاهلي بس، بنطلب العداله للجميع. صحيح. عايز يعني اكد كلامك كمان، واكد معلومه مهمه قلتها في الانترو، ان احنا سبورت للكيان، وطالما سبورت للكيان يبقى سبورت للناس اللي بتشتغل جوه الكيان. مجلس ادارتنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم، لان الناس ديت اللي حصدت يمكن 6 بطولات في خلال 2 أو 3 سنوات. مش عايزين ننسى ده، وجماهير النادي الاهلي الحقيقيه اللي هي بتحافظ على كيان النادي الاهلي وواعيه كويس قوي. صحيح. بعض المحاولات واضحه واضحه جدا، واضحه محاولات مع تحريك نتائج في اتجاه ما، مع محاوله تحريك بطولات في اتجاه ما، لكن في النهايه رغم ان النادي الاهلي حصل له تعثر وحصل له سقوط وقريب من خساره بطوله الدوري، لكن في المجمل هذا المجلس، مجلس اداره النادي الاهلي، اعاد الاهلي على عرش
كرة القدم الأفريقية. بعد غياب 7-8 سنوات عدنا بكل ثقة وأريحية، بنلعب 3 نهائيات متتالية، بنحقق منهم بطولتين وبرونزيتين عالم. في ناس بتحاول تشوه الصورة العامة وتختصرها في نتائج الأشهر الأخيرة. يعني صحيح. أنا مش واخد ميدالية برونزية من كام شهر وتيجي تقولي لا أنت وقعت دلوقتي. التجربة أو المجمل العام لهذا المجلس ونتائجه واضحة جدا أنها أعادت الأهلي لمكانته الطبيعية. كون حصل تعثر في فترة قصيرة مؤخرا ده لا يعني أن أنت حضرتك تقيم عموم التجربة في الفشل. إذا كان مجلس بيحقق 3 من أصل 4 دوري آخر 4 دوري وبحقق 2 من آخر 3 دوري أبطال أفريقيا وبتصنفه أو تقيمه كونه فاشل، فما هي معايير نجاح حضرتك؟ يعني أنت حضرتك بتقيم آخرين بقالهم 20 سنة ما حصلوش على دوري أبطال أفريقيا كونهم ناجحين، وتيجي بتقيم واحد واخد 2 دوري أبطال أفريقيا من آخر 3 كونه فاشل؟ فين المنطق هنا؟ هنا واضح جدا جدا إن في ناس بتحاول تشوه صورة مجلس إدارة النادي الأهلي وبتحاول تزعزع فكرة إنه يشتغل بشكل صح. أنا معترف معاك وكلنا معترفين ومجلس إدارة النادي الأهلي قبلي وقبلك يا كابتن صحيح واخدين بالهم كويس جدا إن في أخطاء حصلت وبيتم العمل ده اللي بتكلم عليه وبيتم العمل على تصوير هذه الأخطاء. بالرغم بنتكلم يا جماعة هنا بالرغم عن كل ما يثار، لكن إحنا عارفين إن في بعض الأخطاء حصلت. الاعتراف بالخطأ هو أول طريق التصحيح صحيح. وده اللي بيعمله النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيرفنش راسه في الرمل ويجيب بس أصل التحكيم، لا التحكيم كان جزء مهم جدا جدا في خسارة النادي الأهلي للدوري هذا الموسم والموسم السابق، واضحة جدا جدا. ولكن مع كده لازم نقول كمان ان احنا كان عندنا بعض المشاكل الإدارية، عندنا بعض المشاكل الفنية، ودوت وارد جدا بعد نجاحات كثيرة جدا جدا. اي فريق في العالم بيمر بهذا المنحنى، يعني انت على طول بتكسب بطولات كتيره جدا جدا، لعيبتك بتلعب مع المنتخب 3 سنوات بدون توقف ومباريات كل 3 ايام خلال بتتكلم خلال 3 سنين، كل دي عوامل ولكن صحيح. مش حجج. في فرق ان انا بوضح الاسباب ولكن دي مش شماعه بنعلق عليها. النادي الاهلي ما عندوش شماعات بيعلق عليها، النادي الاهلي بياخد قرارات وهنسمع تاني القرارات من طبعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي، نشوف برضو القرارات مره تانيه من خلال هذا الحديث. هذه تحيه لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر شاشه قناه النادي الاهلي والحسابات الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالنادي الاهلي. نتلو على حضراتكم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة 4 من أغسطس 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب. أولا، قرر المجلس المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. ثانيا، المطالبة بإيقاف حكم الفار في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق عما بدر منه. ثالثا، عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي. رابعا وأخيرا، استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة. هذا وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة. دي كانت القرارات سعيد. عايز تعليق سريع على هذه القرارات طبعا وكلها طبعا اكيد ان شاء الله في صالح النادي الاهلي ما فيش شك، والنادي الاهلي زي ما انت قلت هو واضح وصريح في قراراته ما فيش اي لغط في هذه القرارات. رايك ايه؟ انا بشوف في البدايه كابتن ان اقاله رئيس لجنه الحكام ده قرار يعني مفيش غنى عنه، ما ينفعش النادي الاهلي تحت اي ظرف يتنازل عن هذا القرار لانه هيحوي في فحواه او في مضمونه اقرار واضح وصريح جدا بان اللجنه دي لعبت دور بارز ومهم جدا. بلاش اقول وبلاش اقول بلاش نسيء النوايا لكن نقول انها اخطات، لكن انا مدرك كويس جدا ان في نوايا سيئه وان كان الموضوع بفعل فعل. لان كابتن عايز اخش في دي، مش اخطات بس في حق النادي الاهلي، خلي بالكو يعني 80% من الأندية في الدوري الممتاز هذا العام كانت بتشتكي من لجنة الحكام. 16 يا كابتن، 16 نادي من 18. ولكن الأثر الأكبر كان على النادي الأهلي. يا كابتن أنت قدام 16 نادي من أصل 18 بيتقدموا بشكاوى رسمية، أنت فين التحكيم هنا؟ أنت هنا يعني لا الموضوع مش طبيعي بالمرة. لكن خلينا أقول إن الأخطاء طول الوقت بتخدم طرف معين وضد طرف آخر يبقى الموضوع، وكمان لما تكون يعني أنت النهاردة الدوري الإنجليزي من وقت ما الفار تم الاستعانه بيه مفيش ولا حاله اوفسايد طلعت غلط.
مفيش ولا حاله، ولا حاله واحده بس، احنا عندنا كل مباراه حاله. يفترض ان عمليه التسلل اللي هي عمليه اليه، عمليه اليه، انت الكمبيوتر بيقول لك انها مش اوف سايد. وبالتالي انا بصراحه يعني انا اول ما شفت الصوره، وبعدين الصوره طلعت في المباراه ما خدتش ثانيتين، وبعدين انا استغربت الصوره، وعمري شفت صوره في وسط جسم المدافع، ولا انت عارف ده يعني ما خدش وقت، ما رجعش شاف بنفسه، غريبة يعني جدا. ما فيش اي حاجه خالص. يعني هو السبب الوحيد اللي يخليه يحسب الكره دي اوف سايد ان هو حسبها على حسام حسن اللي كان عند حارس المرمى في اخر الدنيا يعني. فلا الموضوع واضح انه مستفز جدا، ثم ان الراجل اللي بيحرك الموضوع، انا عايز اقول له نصيحه يعني، انت ربما عايز تحرك الموضوع او البطوله في اتجاه ما، بس تعملها بوعي بذكاء. يعني انت مش محتاج، يعني عملتها في ماتش المقاولين مش لازم تعملها في ماتشين متتاليين. كمان الفرق بقى 5 نقط لو الاهلي كسب المباراه المؤجله، فبالتالي انت مش محتاج كمان قبل البطوله ما تنتهي ب5 6 جولات انك تفضل توقع الاهلي لاخر جوله. يعني ما يبقاش الامر مفضوح. يعني احيانا في ناس بتمرر حاجات زي كده بس بوعي بذكاء. في بيقول لك ايه، في متآمر وغبي. انا اظن واعتقد ان اللي بيتآمر ده غبي جدا، غبي بدرجه تصل الى الحماقه، هو مش واخد باله انه غبي. فبالتالي الموضوع ما كانش يستحق ان انت كمان توقع الاهلي قدام فاركو، ما هو وقعته قدام المقاولين. قرار عايز اخدك لقرار اللعب بالناشئين في الفتره اللي جايه او المباريات المتوقعه من الدوري. انت شايف اتاخرنا شويه في الجزء دوت، انا ليا وجهه نظر هقولها معاك بس اسمع وجهه نظرك الاول. لا انا شايف انه ما اتاخرناش لسبب، لان مهم شخصيه نادي الاهلي وشخصيه البطل تقول ان انا مش بستسلم بدري. لان انت لو قلت في وقت مبكر لا ان انا فقدت الامل في الكوره، انا ما بقولش ان انت في وقت مبكر هتقول خلاص هلعب بالناشئين، لكن انا من وجهه نظري كان في عدد معين من اللعيبه تاخد فرصه اكتر، تاخد تكون موجوده في الفريق وتاخد فرص لان هتحتاجها. انا شايف من بعد كاس الرابطه في اكتر من عنصر من الناشئين ظهر بشكل قوي جدا، كان لازم الناس دي تاخد بعد عوده لاعبي المنتخب. صحيح. ويتم راحه لاعبي المنتخب راحه سلبيه، راحه سلبيه بمعنى ان انتوا انسوا كرة القدم تماما، لا تمرين لا تدريب لا مباريات. يعني ايه رايك في الصورة الكوميدية؟ يعني بصراحة انا لو يعني انا تخيل انت حد الخط مثلا الخط مستفز، حد كمان في الدوري الانجليزي بيتفرج علينا، او حد قاعد في المانيا بيتفرج على ديت يقول لك طب ازاي الصورة ديت تطلع من الفار في الدوري المصري؟ صورة يعني اولا الخط في جسم المدافع بالظبط، واضحة جدا. يعني هي واضحه من اللقطه الاولى، من قبل الاعاده ومن قبل الخطوط ومن قبل كل اللي احنا شايفينه ده، واضحه جدا بشكل غير طبيعي. وبعدين الموضوع في الفار ما استغرقش وقت، يعني اللي هو يعني انت ازاي خدت القرار بالسرعه دي؟ ليه خدت القرار وهي واضحه جدا؟ وانا عايز اسال المساعد، يعني المساعد الحكم واقف سليم، حامل الرايه كان اكتر من رايه، لانه كان الرؤيه قدامه واضحه جدا، وادى هدف. يعني هو الراجل حتى ما كانش عنده شك انها تسلل، وبالتالي ادى هدف. ولكن يعني عايزين نقول ان الصوره ديت يعني صوره بتوضح بشكل كبير جدا جدا يعني مساوئ التحكيم ومساوئ الفار، ومش هقول بس خلال الموسم ده، خلال الموسم الماضي، ومش هقول بس كمان عشان خاطر النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يمكن من اكتر الانديه اللي يمكن يعني تضررت بشكل واضح. لا النادي الاهلي دفع الضريبه كامله طولتين، رغم كل المساوئ اللي حصلت والاخطاء اللي حصلت في النادي الاهلي، لكن قبل مباراتين بس كان النادي الاهلي يفضل ينافس على البطوله لاخر لحظه. يعني انت خدت مني 4 نقاط في المقاولين وفاركو، كان الفرق نقطتين، فانا لحد اخر لحظه في بطوله الدوري رغم كل مشاكلي وان انا عندي فرقتين غايبين مش فرقه واحده، كنت قادر اخد بطوله الدوري. لكن حضرتك عايز مني ايه؟ انت لان خلي بالك ما هو النادي الاهلي في فترات كثيره جدا وفي مناسبات كان متاخر عن المنافس بعدد من النقاط، وفي نهايه السيزون خد الدوري. صحيح. وبالتالي لو في شكل معين يقول لك لا نخلص دلوقتي، يعني هو مصر ومصمم اللي هو انجز الموضوع وحاول طول الوقت توقع الاهلي، بس مش بالشكل المتكرر. ما ينفعش هدفين يا جماعه بنفس السيناريو يتلغوا في مباراتين متتاليتين وحالات طرد وضرب وعنف ضد لاعبي الاهلي بشكل مش طبيعي في المباراه في المقاولين وثم فاركو. فلا فعلا الموضوع مستفز. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يواصل ممارسه الضغط لحين لازم اقاله لجنه الحكام. لجنه الحكام مفيش 2 في مصر من 105 مليون او 110 مليون مصري يختلفوا على انها الأسوأ. فده الوقت المناسب ان حضرتك تحصل على ضمانه واقرار واضح من اتحاد الكوره ان هذه اللجنه لعبت دور مهم في 2020 في 2022 لتوجيه الدوري لصالح طرف ما، علشان الناس اللي بتردد نغمات واغاني طول الوقت الحكام والاهلي والبطولات يبقى واضح جدا البطولتين اللي بيخسرهم نادي الاهلي بيخسرهم بهذه الفجاجه. يعني مش عايز اقول كلام اكبر من كده. انا بتفق معاك يا سعيد، لكن تاني علشان الناس اللي بتسمعنا، احنا بنتكلم على شيء واضح وصريح للجميع.
ده ما يمنعش ان احنا عندنا اخطائنا. تاني انا دايما بحب اردد ده ليه، لان في بعض الناس اللي بتتفرج علينا والناس بتقول اه انتوا بتطبلوا، احنا النادي الاهلي ما بنطبلش، احنا واقعيين، عندنا مشاكل وعندنا ازمات وعندنا بعض المصاعب و و و، ده مليون في الميه صح. لكن على الجانب الاخر ما يبقاش احنا عندنا ازمات ولكن كمان بتتصدر لنا مشاكل، يعني هو ده اللي بتكلم عليه. ما تصدرليش، اديني حقي، اديني حقي، انا ما بطلبش اكتر من حقي في العمليه التحكيميه. ما كناش بنطلب اكتر من حقنا ان اللعيبه لحد ما جدول الدوري يتحط بشكل مش هيفيد النادي الاهلي ولكن عداله. يعني النادي الاهلي ساعات كان بيلعب فرق مريحه اكتر من 25 يوم والنادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، جزء من العداله بنتكلم، برضو جزء من العداله. فتاني انا مع حضراتكم هنا وسعيد برضو موجود معانا ان احنا هنا بندافع اكيد عن حقوق النادي الاهلي، ولكن عندنا اخطاء، عندنا اخطاء، لازم عندنا حلول، عندنا حلول، وانا هتكلم على الحلول. على سبيل المثال لازم يكون عندنا رؤية مستقبلية واضحة جدا جدا، أولا لقطاع الناشئين بتاعنا إن احنا نعمل زي الدوريات الأوروبية أو الناس اللي بره بتشتغل، احنا التارجت بتاعنا يبقى عندنا أمر واضح وصريح من شركة الكرة لقطاع الناشئين، أنت لازم كل سنة تطلع لي 3 لعيبة، ولو ما تحققش ده تغير وتجيب ناس تشتغل صحيح. وتطلع لك هذا المبدأ، كل الأندية الأوروبية بتشتغل بكده، يبقى ده أمر على طول، أنا عايز 3 لعيبة كل سنة من قطاع الناشئين، لازم يطلع لي لعيبة. ده جزء مهم جدا. لازم القطاع الثاني السكاوتنج والانلايز، يا جماعه احنا في 2022 لازم يكون عندنا، والنادي الاهلي قادر، والنادي الاهلي كبير جدا، لازم يكون عنده سكاوتنج، لكن سبورت دايركتور لازم هو اللي يقوم عمليه السكاوتنج ده جوه مصر وفي تونس والجزائر والمغرب والدول العربيه، عندنا سكاوتنج وعندنا عينين بتبص في افريقيا، لازم تروح وتجيب وتدور لان انت عندك هذه الامكانيات. يبقى عندك ديبارتمنت كبير قوي اسمه السكاوتنج، هذا الديبارتمنت برئاسه السبورت دايركتور هو ده اللي بيعمل المعادله ما بين ان احنا عندنا قطاع ناشئين لازم نهتم ونطلع منه على الاقل 3 لعيبه كل سنه، عندك جزء سكاوتنج وانلايز بيجيب لك اللعيب المحترف المميز للنادي الاهلي، لان نادي بطولات، فمش اي لعيب كويس بيظهر اجيبه، مش اي لعيب بيجيب فيا جون اجيبه، لا لازم الامور تختلف، لازم يكون عنده الارقام وعنده الابيليتي، عنده القدره للوصول انه يلعب مع النادي الاهلي. كل ده احنا نعترف بيه، وده ان شاء الله باذن الله يكون في المستقبل القريب موجود في نادينا الكبير النادي الاهلي. نروح فاصل سريع ونرجع بقى مع ملفاتنا وانطلاق الدوريات الاوروبيه وناقدنا الكبير سعيد علي. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد، يلا بينا بقى نبدا نتكلم في الكوره. نتكلم في الكوره، الكوره الحقيقيه. طبعا يعني كل الناس بتتكلم على البريمير ليج، عايز اخد قبل ما نخش على المباريات عايز اخد رؤيتك للبريمير ليج الموسم دوت، خلاص اللي هيبدا بكره ماتش كريستال بالاس وارسنال، عايز اعرف رؤيتك، شفت الانتدابات ازاي، شفت انتقال اللعيبه ازاي في البريمير ليج؟ يعني انا بشوف ان البريمير ليج موسم ورا الثاني بيزداد قوه، يزداد جمالا، رايح لمرحله بتصعب مهمه اي بلد ثاني واي دوره واي دوري ثاني انه بس يقرب من البريمير ليج، يعني في ناس هتحتاج سنين طويله علشان تقدر تقرب من البريمير ليج. حاليا في الفتره دي الصيف ده بيقول ايه؟ بيقول ان الدوري الانجليزي فعليا اصبح قبله ووجهه نجوم العالم الاولى، يعني في فتره ما كان برشلونه وريال مدريد هم الوجهه الاولى لاي نجم في العالم، كان حلم اي حد المكان ده. لكن انت النهارده لما تيجي تتكلم عن هالاند لاعب، ناس بتتكلم على انه 10 سنين جايه هينافس على الكره الذهبيه مثلا مع كيليان امبابي، وهو المهاجم رقم واحد في العالم 10 سنين جايه، ويفضل وجهه البريمير ليج على ريال مدريد وعلى برشلونه، وشفنا قد ايه كانت قدامه عروض واغراءات، حتى في ما كتب ونشر عن الاغراءات الماليه كان واضح جدا ان عنده عروض افضل في ريال مدريد وفي اماكن تانية عن مانشستر سيتي، لكن هو فضل اولا البريمير ليج ومانشستر سيتي بالتحديد لانه شايفه يتناسب مع مشروعه. فاصبح البريمير ليج قبله النجوم الكبار جدا اللي هم هينافسوا على الكره الذهبيه بقى، لان الكره الذهبيه غايبه كتير، غايبه كتير قوي عن البريمير ليج. اصبح او حان الوقت ان صاحب الكره الذهبيه يكون في البريمير ليج محمد صلاح وهالاند ونجوم تانية. هنتكلم بالتفصيل كمان على هالاند النهارده، معانا كمان محمد الباز في طبعا الفقره الاخيره، هنتكلم كمان على هالاند
ومشواره مع المان سيتي. خلينا نستعرض معاك سعيد الجولة الأولى اللي هتبدأ بكرة بكريستال بالاس وأرسنال، نشوف هذه المباريات إن شاء الله تنطلق بكرة. بنتكلم طبعا كريستال بالاس مع الأرسنال، وتبدأ باقي المباريات يعني يوم السبت. طبعا عندنا فولهام وليفربول، وبعدين ليدز يونايتد مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل مع توتنهام فورست، وعندنا كمان نيوكاسل توتنهام مع ساوثهامبتون، مباراه قويه جدا. بورسموث امام استون فيلا، ايفرتون مع تشيلسي برضو مباراه قويه جدا، ويوم الاحد ان شاء الله المان يونايتد بشكله الجديد مع اداره فنيه هولنديه جديده امام برايتون، ليستر سيتي امام برنتفورد، واخيرا ويست هام امام مانشستر سيتي. مباريات قويه، بدايه قويه، ولكن خلينا نتكلم الاول على الارسنال. الارسنال ومباراه امام كريستال بالاس، شايف ازاي ارسنال من خلال الصفقات، من خلال البري سيزون اللي عمله وطموحاته في الموسم القادم؟ يمكن انا بختصر نظرتي لارسنال هذا السيزون في تصريح ارتيتا لما قال انه حان الوقت لننتقل الى مرحله جديده، وده بيكشف لك ان ازاي الراجل ده فعلا هو صاحب مشروع، وازاي بيعمل مع اداره ارسنال بشكل استراتيجي مخطط. يعني احنا جينا في البدايه علشان نبني هويه داخل الملعب، وخلال مرحله البناء بنستكشف العيوب والمشاكل، ثم بنبدا نعالجها مرحله ورا الثانيه. وصل دلوقتي بعد ما بنى الشكل، بعد ما اصبح مباراه ارسنال رجعت تستمتع بيها، رجعت تشوف ارسنال بينافس على التوب فور مره ثانيه، رجعت تشوف ارسنال ند قوي جدا جدا في المواجهات المباشره مع الانديه الكبيره. فبالتالي جه الموسم ده بالتحديد للانتقال للمرحله الثانيه اللي هي فيها صفقات قويه جدا، حجم انفاق كبير ما كناش بنشوفه قبل كده. تعالى انا وانت نستعرض برضو الصفقات، نستعرض صفقات ارسنال لهذا الماركاتو، و زي ما بنقول كمان عمليه الصفقات يا سعيد مرتبطه بارقام. صحيح. ودايما خلي بالك الناس دي بتشتغل برضو بنوع من انواع الشركات، على نظام شركات، بشتري بكام وابيع بكام. صحيح. ايه الفائض بتاعي، الميزانيه فيها كام. فبنتكلم على صفقات بالنسبه للارسنال السنه دي، طبعا كان اقواها طبعا جابريل خيسوس طبعا من المان سيتي، الكسندر من مانشستر سيتي، فابيو فيريرا من بورتو، مات ترينت من نيو انجلاند الامريكي، ماركينيوس طبعا من سان باولو. عايزين نعرف كمان اجمالي النفقات يا سعيد. وصل 132 مليون يورو اجمالي المبيعات، 17 مليون، وبالتالي في ماينس او في خساره ب 114 مليون. هو ده بيعكس بشكل واضح جدا ان اداره ارسنال انتقلت من مرحله لمرحله، وان في حجم انفاق كبير. احنا كنا بنشوف كل سنه كان ارسنال محل سخريه السوشيال ميديا دايما. صحيح. لانه دايما كان بيتعامل بفكره صفقات تبادليه، بيمشي حد ويجيب حد، وبيجيب عناصر اقل من المطلوب اللي هي ما تنتقش بالمستوى. لكن النهارده في صفقات على المستوى النوعي هتحقق نقله كبيره جدا. يعني انا بشوف خيسوس النهارده، انت قدام لاعب مثلا في لعبه الفانتازي هو الاكثر شراء في تاريخ اللعبه، فده بيقول لك قد ايه هو الراجل ده محل ثقه. صحيح. صفقه مهمه جدا، هتضيف على المستوى الفني كتير لارسنال. لعيب هداف، لاعب مرن جدا، قادر يلعب ادوار كتيره. انا بشوفه هيبقى حلقه تغيير قويه جدا كمان في المواجهات المباشره مع الانديه الكبيره. يعني مثلا ارسنال مع سيتي او ليفربول، خيسوس هيضيف كتير جدا، لانه من المهاجمين القليلين اللي بينزلوا تحت، فبيضيف لمعركه الاستحواذ عدد اكبر، وقدرته على الضغط على دفاع خصم قوي جدا جدا. فانا بشوف ان هيدي لارتيتا ميزات كبيره، عشان كده هو دفع فيه كتير، ما كانش بخيل في الدفع. يعني دفع فيه غالبا نفس الرقم او رقم مقارب لهالاند، لان فعلا خيسوس يستحق هذا الرقم. زينتشونكا كمان لعيب مهم جدا، عنده المواصفات اللي بتخدم افكار ارتيتا، هو لعب معاه في مانشستر سيتي، وواحد من اللاعبين القليلين يا كابتن اللي عندهم قدره التحكم في الريتم. انت لما يكون عندك لاعب في خط الدفاع واعي امتى نسرع وامتى نهدي، امتى ندخل القلب وامتى نخرج، ويمكن ارتيتا اشتغل معاه على ده وجوارديولا اشتغل معاه على ده، فهيضيف كتير جدا. هو قال انا مش بس جايبه عشان يلعب ظهير ايسر، لا انا هستخدمه في نص الملعب. فانا بشوف زينتشينكو هيضيف كمان على المستوى النوعي لارسنال كتير جدا، فبشوفها اضافات كبير.
اضافات كبيره تخلي ارسنال مرشح بقوه ان شاء الله ان هو يكون في التوب فور. انا اتمنى اشوف ارسنال في التوب فور ان شاء الله. يعني دور النني كمان، ولازم نتكلم عن النني، نتكلم على ارسنال في البري، كمان في البري سيزون قدم مباريات قويه جدا. هل شايف مشاركات النني في الموسم اللي جاي بدايه من بكره هتكون اكثر من الموسم الماضي، ولا هتكون برضو على استحياء بشكل او باخر؟ انا بشوف ان محمد النني هيظهر بشكل افضل هذا الموسم، لانه هيتاثر بالنقله اللي هتحصل للمنظومه بشكل عام. يعني ايه؟ يعني محمد النني هو لاعب بالاساس لاعب منظومه، يعني مش لاعب بارع فرديا او عنده مهارات فرديه عاليه قوي فقادر يعمل فارق كبير، لا هو لاعب بيتاثر بشكل المنظومه فايقه بتأدي بشكل كويس بيقدر يظهر من خلالها، المنظومه واقعه ومتراجعه بيظهر بنفس شكل المنظومه. فانا بشوف الارتقاء اللي هيحصل مع ارسنال مع مشاركته كمان في اليوروبا ليج اللي هو هيدي مساحه اكبر للتدوير، لان انت بتلعب في اليوروبا ليج خميس ودوري سبت وحد، فبالتالي بيبقى تغيير كامل في العناصر، واليوروبا ليج بطوله قويه. فمحمد النني لما يشارك بشكل اساسي دايما في اليوروبا ليج ثم كاس الرابطه وكاس الاتحاد الانجليزي، فعدد دقائق النني السنه دي هيبقى اكتر، مع ارتقاء المنظومه اداؤه هيبقى افضل. فانا بشوف اثره والنتائج اللي هيقدر يخرج بيها من الموسم ده هتخلي الصوره محمد النني افضل بكتير جدا جدا، وان شاء الله يتوج في نهايه الامر ببطوله او حاجه مع ارسنال ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كل التوفيق لكل نجومنا على اسم طبعا محمد صلاح والنني وكل الكتيبه اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه. خلينا نروح لتشيلسي وايفرتون. تمام. برضو مباراه هنقول ايفرتون امام تشيلسي مباراه سهله. ايفرتون كان في الموسم الماضي يعني صراع كبير جدا جدا من الهبوط، ولكن تشيلسي كمان موسم مقبول بالنسبه له. صحيح. شايف المباراه ازاي مع كمان صفقات تشيلسي في الموسم القادم؟ صحيح، طبعا هي مباراه تبقى صعبه لانها في ايفرتون، صعبه جدا على تشيلسي، دايما ملعب ايفرتون من الملاعب الصعبه حتى لو الفرقه مش في مستواها الحقيقي. انا بشوف تدعيمات تشيلسي طبعا تدعيمات مهمه وتدعيمات قويه. خلي برضو الاعداد يحضر لنا برضو كمان الاعداد طبعا يشوف لنا طبعا الماركاتو بتاع تشيلسي واللعيبه المميزه قدامنا جدا قدامنا يعني صفقات تشيلسي. رحيم ستيرلينج وكلوبالي، رحيم ستيرلينج من مان سيتي، كاليدو كلوبالي من نابولي، كمان شكوميكا من استون فيلا، عندنا لعيبه مميزه كمان من شيكاغو. نفقات عايزين برضو نركز على الجزئيه دي، لان النفقات وصلت 121 مليون والمبيعات 8 مليون، تتكلم في خساره اكتر من 113 مليون. طيب. انت اتكلمت على ارسنال غير شويه الاستراتيجي بتاعه بالنسبه للانفاق. تمام. انت شايف بالنسبه للعمليه الماليه لتشيلسي، تشيلسي مع اداره جديده بتحاول تثبت قدرتها على انها قادره تسد الفراغ اللي سابه ابراموفيتش، وانها قادره تخلي ارسنال بتزرع ثقه عند جمهور تشيلسي في ان الفرقه مستمره وقادره تكون في المنافسه على البطولات. بشوفها صفقات مهمه، وكمان لسه بيشتغل على برناردو سيلفا، واحده من الصفقات، لا بيشتغل على صفقات تانية مش متذكر مين بالتحديد دلوقتي، لكن هو بيشتغل على ديونج من برشلونه. ديونج وبيشتغل على صفقه مدافع كمان، تشيلسي بيسعى لسه لضم مدافع. وصفقه رحيم ستيرلينج صفقه مهمه جدا. يعني بشوف الميركاتو مقبول لاداره في سنه اولى ليها او بتاخد خطواتها الاولى. اهم صفقه طبعا ستيرلينج، ثم كلوبالي. يا كابتن انا دايما بركز جدا جدا على فكره، وانت كنت راجل من الناس القليله اللي بتقوم بالدور ده، فكره صانع الالعاب في خط الدفاع. امتلاك صانع العاب في خط الدفاع قادر على الخروج بالكره زي كلوبالي، طبعا شفناه مع منتخب السنغال ازاي هو لاعب عظيم جدا جدا، فده بيساعد جدا جدا على الخروج بالكره، بيساعد جدا جدا على التحكم في الريتم، فصفقه مهمه جدا. معانا كلوبالي نشوف قال ايه. طبعا كلوبالي بعد الانتقال لتشيلسي، نشوف مع حضرتك. I hope I will be here for long time. آمل أن أكون هنا في تشيلسي لفترة طويلة. صحيح أنني أبلغ من العمر 31 عاما، لكنني أعلم أنه يمكنني تقديم بعض السنوات هنا. أريد أن أعطي كل شيء للنادي، لديهم ثقة كبيرة بي، أريد أن أظهر على أرض الملعب. إنهم اتخذوا خيارا جديدا معي، لذلك سأبذل قصارى جهدي لتقديم كل ما لدي، لأنني سعيد حقا لوجودي هنا. For me, it's not a pressure. I'm really happy to be here. بالنسبة لي ليس الضغط. أنا سعيد حقا لوجودي هنا. لا أريد أن أكون الرجل الذي سيحل محل روديغر. أريد أن أكون لاعبا آخر. أنا كوليبالي. لست روديغر. أنا ليس لدي نفس المهارات. أنا لا ألعب مثله. لذا إذا كان الجميع يريدني أن ألعب مثله، فأنا لست اللاعب الذي يمكنه اللعب مثله. كلوبالي وبيقول خلاص، يعني ما حدش يقارني بحد، معنى صح انا ليا ستايلي وليا لعبي، واتمنى انه يعني انا بشوفه اعلى من روديجر. يعني كلوبالي لا يعني اللي بيميزه عن روديجر انه صنع لعب،
فكره امتلاك صانع لعبه كابتن في الخط الخلفي دي فكره عظيمه جدا. يعني احنا لما نيجي نبص النادي الاهلي بعد كابتن عماد النحاس علينا شويه، حسام غالي في فتره من فترات، كان قبله ابراهيم سعيد، امتلاك صانع اللعب الناس دايما عندها معتقد ان صانع اللعب اللي هو رقم اللاعب رقم 10 اللعيب اللي بيتمركز خلف المهاجم هو ده صانع اللعب. لا، صانع اللعب ممكن يكون لاعب في الخط الخلفي، ممكن يكون ليبرو، ممكن يكون لاعب ارتكاز. ففكره انك تمتلك اللاعب ده يمكن بدري بانون قام بالدور ده. الريتم هيفرق شويه معاه جدا. يعني انا بتكلم على رتم المباريات في الدوري الانجليزي اسرع كتير جدا من السيريا. كولوبالي شايف ان الريتم ده هو قادر على تكوب بسرعه مع الريتم ده؟ اكيد. كولوبالي لاعب متوحش، يعني مدافع قدراته ومقوماته البدنيه غير عاديه. احنا شفنا ازاي كان بيكسب صراعاته الثنائيه. يمكن الوحيد اللي هيتعبه هو جدا محمد صلاح، لان محمد صلاح ليه معاه ماضي مؤلم بالنسبه لكولوبالي، والفتره دي بالتحديد محمد صلاح اصبح يعني مرعب للجميع. يعني شفنا في ماتش مباراه مانشستر سيتي ازاي المدافعين كانوا خايفين يدخلوا عليه. طب خلينا نتكلم على صلاح اكتر شويه، ونتكلم على ليفربول اللي هيقابل الوافد الجديد من للبريمير ليج فولهام. شايف المباراه ازاي؟ هل هي مباراه بدايه سهله لليفربول ام انها يعني كمان لفولهام مباراه استثنائيه، انك بتلعب اول مباراه ليك بعد العوده من او الوصول للبريمير ليج؟ شايف المباراة ازاي؟ وشايف كمان تدعيمات ليفربول ازاي؟ طيب انا بشوف ان فولهام في العموم اذا كان فولهام اللي هو بتاع الموسم قبل الماضي قبل ما يهبط فهو فريق قوي جدا. يعني كان من علامات الاستفهام ان الفرقه دي تهبط، كان بتلعب كرة قدم عظيمه جدا. يعني مش ده فريق بيصارع على الهبوط طوال الوقت، قادر يستحوذ على اي حد حتى ليفربول. يعني استحواذه امام ليفربول في ملعبه كان اكتر، عدد الفرص وعدد الاهداف المتوقعه في مباراه ليفربول في البريمير ليج الموسم قبل الماضي كانت لفولهام اعلى. فانا بشوف فولهام بدايه صعبه جدا لليفربول، وبدايه في ملعب صعب جدا، وخاصه لما يكون الفريق صعد من تشامبيونشيب بيبقى عنده رغبه في انه يثبت من بدري ويقول انه قادر يقدم موسم كويس. فانا بشوفها بدايه صعبه، لكن مع حاله التوهج الحاصله لمحمد صلاح بالتحديد. شفت التوهج ده في مباراه السيتي اكيد. يعني انا شفت محمد صلاح في اكتر من لقطه من بدايه المباراه، في اول لعبه قدام كانسيلو ازاي كروت كانسيلو في مساحه قد كده، وازاي كانسيلو وقع من الخضه. يعني كانت شبه الهدف الشهير جدا جدا لميسي في دوري الابطال امام بايرن ميونخ لما بواتنج وقع وقعه شكلها كوميدي جدا، حصلت لكانسيلو بالظبط. ثم بعد كده كنت بشوف ازاي المدافع الهولندي نسان اكي بيهرب من صلاح، كل ما صلاح يقرب منه بيهرب بيبعد. فعليا السيتي ما كانش جاهز بدنيا اول المباراه، ولا حتى ليفربول كان في افضل حالاته، انما اللي صنع الفارق ووجه البطوله في حته ثانيه هو محمد صلاح. يعني لو شلت محمد صلاح من الملعب كان هيبقى في توازن في الكفتين. اللي عمل الخلل في المباراه هو وجود محمد صلاح. ليه محمد صلاح كان فارق عن الناس كلها؟ وده واضح من تصريحات كلوب، انه بيقول ان صلاح وصل الموسم يبدو انه مش محتاج استعداد، يبدو انه مش محتاج جاهزيه. فرق كمان على المستوى الذهني او مستوى الاستقرار بعد تجديد عقده، ده بيفرق جدا. ده بيفرق صحيح. يعني كلنا بنتكلم محمد صلاح كان دايما عامل فرق كده، رغم ان في تطورات في التعاقد معاه، لكن مركز في الملعب. لكن يعني الهدوء والثقه اللي لعب بيها كمان بيقول ان هو هيعمل موسم ان شاء الله اكتر من رائع. على مستوى الصفقات بقى، على مستوى الصفقات طبعا هنشوف نونزي صفقه هو الاضافه الاهم والابرز، مهاجم شرس جدا على المرمى، عنده نهم كبير جدا فيما يتعلق بتسجيل الاهداف، فهتلاقيه طوال الوقت بيقرب للمرمى. كمان في حاجه مهمه قوي، فكره التعاون بينه وبين صلاح. يعني انا بشوف ان فكره خروج ساديو ماني هتدي اريحيه اكتر لصلاح في فكره انه بيشتغل براحه، مش حاسس بالضغط. نونز هيتعاون معاه بشكل قوي جدا، وانا شفت في الفتره التحضيريه ازاي صلاح عايز يساعد نونز في ان هو يدخل في المنظومه بسرعه، وفعلا قدر يهدف بعد ما كانت العمليه متعثره معاه في المباريات الوديه، ودخوله كان مؤثر حتى في الجزء الصغير او القليل اللي لعب فيه امام مانشستر سيتي، فكان مؤثر جدا. انا شايف انه محتاج شويه وقت، يعني محتاج شويه وقت، وكلوب ذكي جدا في انه يشيل من عليه الضغط انه ما بداش بيه اساسي، وعنده الخيارات، عنده جوتا وعنده فيرمينيو، فقادر يداور بشكل اكبر. عايز اكلمك على متوسط الاعمار للصفقات كلها، بتتكلم في 22 سنه، يعني متوسط اعمار صغير، لعيبه مميزه جدا. ودايما بتكلم على عبقريه يورجن كلوب في ال مش هقول لك اكتشاف، ولكن بيجيب القطعه الناقصه بالظبط. يعني بنتكلم على ادق تشبيه قلته، هو القطعه
الناقصه دايما، يعني هو مش بيجيب اي حاجه في اي حاجه او في لاعب كويس في حياه اللاعب الكويس، لا هو بيشوف ما ينقصه وبناء عليه بيحدد. يعني مثلا حضرتك قلت بيهتم جدا بالشباب او العنصر اللي اعمارهم صغيره، بس لما قرر يجيب حد سنه كبير كان مين؟ كان تياجو الكنتارا من بايرن ميونخ. ليه؟ لانه كان اللاعب المفقود او الحلقه المفقوده في ليفربول. ليفربول يمكن كان الموسم اللي قبلها بيعتمد على محاور كلها قايمه على الضغط والتغطيه الدفاعيه سواء كان فابينيو او اندرسون، وانهم بيلعبوا ضغط عالي، لكن ما كانش في حد فيهم قادر يلعب ادوار البلاي ميكر، اللاعب العاقل الهادي اللي بيقف على الكوره، اللي بيتحكم في الكوره، اللي بيتحكم في رتم الفريق، اللي بيوجه اللاعب، اللي بيسرع امتى ويهدي امتى. وده اللي عمله تياجو الكونتارا. وفعليا فعليا ليفربول بتياجو حاجه وبدون تياجو حاجه تانية خالص. يعني الفترات القليله اللي اصيب فيها الموسم الماضي حصل هزه في بدايه الموسم، ولما استمر واللاعب شارك بشكل كان عامل نقله كبيره. يمكن الموسم الاول ليه ما ظهرش بالشكل ده لان اصابته كانت كتير، صحيح، واثر على نتائج ليفربول. فدايما زي ما حضرتك قلت هو بيدور على كمان. انا افتكر كمان دياز، لما دياز كمان دخل في الميركاتو الشتوي تحس انه الولد موجود من سنين بقاله، يعني من الاكاديميه بتاعت ليفربول. فواضح جدا الاهتمام الكبير والعين الخبيره يورجن كلوب من المدربين اللي عندهم هذه الميزه، يعني بيشتري لعيبه اولا بمبالغ مش كبيره، لعيبه صغيره امكانياتها هايله، وكمان بتبقى القطعه الناقصه في التكتيك وفي فريق. هنطلع لفاصل سريع ونرجع بقى كمان نكمل مع المان يونايتد هيعمل ايه هذا الموسم. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. نروح للمان يونايتد. المان يونايتد تغيير في الإدارة الفنية، مشاكل على مستوى الإعداد للموسم بشكل عام، البري سيزون بتاعهم مش شايف انه موسم قوي هيقدمه المان يونايتد. شايف اجماليا إدارة فنية جديدة وشخصية قوية جدا جدا لمدرب تيج هاج الهولندي، شايف مصير او شايف المان يونايتد هيروح فين هذا السيزون؟ يعني انا بشوف بشكل عام مان يونايتد نحن أمام سقف توقعات وطموحات عالي جدا وإمكانيات محدودة جدا. احنا النهاردة مع إريك تين هاج الرجل اللي كل كبار إيطاليا وإنجلترا بقالهم سنتين ثلاثة بيقولوا إن ده اللي قادر يعمل مشروع عند الفرق الكبيرة اللي عايزة تعود من جديد لواجهة الشامبيونز ليج. لكن التدعيمات اللي حاصلة، أنت بتتكلم ربما في عنصر واحد فقط، مارتينيز من اياكس امستردام، العنصر الابرز يعني، لكن على مستوى نص الملعب، على مستوى الاظهره اللي يونايتد بيعاني منها بقاله كتير جدا جدا، على مستوى حتى الخط الامامي، مستوى الدفاعي كمان عنده مشاكل كتيره جدا السنه اللي فاتت. صحيح، اللي هو انت حتى ما بداتش البناء. يعني انا مدرك ومتاكد تماما ان يونايتد هياخد عدد سنين وعدد وفتره طويله للاعداد، لكن ما بداتش حتى. المفروض وانت بتبتدي كده تخض الناس، تعمل صفقات بحجم إريك تين هاج، تقول في رساله واضحه ومباشره احنا جايين نعمل حاجه، لكن بتمشي بالخطوات البطيئه دي. لا انا كان بالنسبه لك كريستيان إريكسن كان مفاجاه، انطلاق يعني انتقاله من برينتفورد بعد طبعا الازمه الشهيره القلب، ووصل من السن 31 سنه. هل هيستفيد بيه بشكل او باخر المان يونايتد؟ ويعني بتتكلم على ثلاث صفقات احسنهم طبعا مارتينيز من اياكس، لكن مش دي الصفقات او دي يعني اللي تتناسب مع تين هاج وطموحات كمان وطموحات مانشستر يونايتد. كان مهم ان انت تقول ان انا جاي مع تين هاج، جاي اكسر الدنيا وجاي انافس فعليا. فانا بشوف حتى إريكسن صفقه تضيف عدديا. يعني ايه عدديا؟ انت عندك نقص فبتكمل، انما نوعيا هل هو جودته اعلى من العناصر الموجوده؟ لا. طب ايه اللي ناقص؟ يعني ايه اللي ناقص المان يونايتد؟ عنده تدعيمات، عنده فلوس، عنده شعبيه، عنده ناقصه جرأة في التعاقدات يعني، وناقصه حسم اكبر، وناقصه انه يدفع ارقام اكتر. يعني لما تدخل في صفقه لو هي مقدره 30، انت يونايتد حاليا تدفع 50. ليه؟ لان انت حضرتك مش وجهه اولى للنجوم الكبار. انا دلوقتي ليه هالاند فضل مانشستر سيتي؟ لانه بيفوز بالدوري الانجليزي في اخر 5 سنين 4 مرات، فشايف ان هو رايح لبطل. انما مع فرقه زي يونايتد انا مش ضامن بالاساس ان انا اشارك في دوري ابطال اوروبا. تفتكر هو ده الكيس بتاع فرانك ديانج مع برشلونه؟ يعني هو متمسك بيه جدا، واحدة من ولكن لغايه دلوقتي ما فيش حسم. صح،
انا ازاي كديونج هروح الفرقه مش هتلعب دوري ابطال اوروبا؟ كريستيانو رونالدو الى يعني من كام يوم مش عايز ينزل التمرين، وشايفين حاله الجدل اللي حاصله. فبالتالي انت لازم عشان توفر عوامل جذب اكبر فتعرض رواتب اعلى وتعرض ارقام اعلى على الانديه اللي انت بتتفاوض معاها، يكون عندك جرأة وتتعاقد مع صفقات بعدد كبير، لازم يكون في عدد اكبر من كده. فانا شايف ان اليونايتد مع التدعيمات اللي حاصله حواليه تشيلسي ارسنال توتنهام لا هيكون بعيد وهيفضل بعيد شويه. وانك تبدا الموسم بمشكله كبيره زي اللي حاصله بين كريستيانو رونالدو والاداره اداره اليونايتد، فده هيزيد حاله التوتر والاستقرار يعني داخل الملعب. فمش متفائل ببدايه يونايتد هذا الموسم، وربما تين هاج مظلوم جدا. يعني تين هاج بيعمل في ظروف صعبه، كنت اتمنى ان الراجل ده يتوفر له مناخ افضل، لانه حقيقي عنده ممكن فكر. يطلب يعني كان ممكن جدا اكيد هو طلب، واكيد يعني كان يخش بقى بلغه الكره كده يمسح انا هبدا ولازم صفقات ولازم عندي صفقه 2 3 4 لازم تتحط الاموال في وقتها، لازم يكون عندي شوف يا كابتن في حاجه مهمه فريق اقدر انافس بيه بشكل او باخر. ده اليونايتد يعني هو في محور يعني فاصل في الموضوع ده. يمكن جوارديولا قبل ما يتعاقد مع مانشستر سيتي كان قريب جدا من مانشستر يونايتد، لكن خلافه وفق التقارير اللي نشرت وقتها انه شعر مش هيبقى عنده الصلاحيات الكامله في التحكم في مشروعه، وشعر بتداخل كبير فيما يتعلق بدور الاداره الرياضيه الخاصه بالنادي اللي هي بتتدخل في مين يخرج ومين يجي، هنبيع مين ومشتريش مين، والاسعار بتبقى عامله ازاي. فهو حس انه مش هيبقى عنده الصلاحيات الكامله. حتى كونتي قبل توتنهام كان قريب من مانشستر يونايتد، لكن شروطه اللي اتحطت كده بشكل واضح ونشرت في مواقع كبيره جدا ان يمتلك الصلاحيات الكامله في اختيار كل الصفقات واختيار الراحلين، توفير ميزانيه كبيره للصفقات. فكانت واضح جدا انه الان من دور الاداره وتدخلها في العمل الفني. انا بشوف ان بدايه تين هاج بتقول ان ده مش عمله وده مش مشروعه، وان ما زالت الاداره الخاصة بفريق الكرة أو الإدارة الرياضية لمانشستر يونايتد هي المتحكم الأساسي في حجم الفريق، وإن تين هاج ما خدش الصلاحيات الكاملة، وإن ما تمش الاستجابة لمطالبه، فهيظل يونايتد متأخر شوية. على الجانب الآخر مباراة تانية ما بين توتنهام وساوثهامبتون، وتوتنهام طبعا مع يعني عايز أقول ثورة في السنة اللي فاتت ووصولهم للدور الأبطال كان طموح كبير جدا جدا، وكونتي عامل فريق أكتر من رائع. شايف ازاي توتنهام مع كونتي الموسم ده؟ كونتي عمل اللي مانشستر يونايتد ما عملوش، يعني كان لازم مانشستر وفر بالظبط. ده بيقول لك ان فعلا الراجل طلباته كانت ان انا اخد صلاحيات كامله، وان انا اتحكم في مين يمشي ومين يجي، وان انا اخد ميزانيه كبيره، وده عمله نادي اقل. يمكن يا كابتن حضرتك بتسال من شويه وانت مستغرب، هو يونايتد مش ناقصه فلوس؟ يعني هل يونايتد اغنى من توتنهام؟ عشان توتنهام يدعم بشكل افضل، او عشان توتنهام يبقى في انطلاقه الموسم يقول ان طموحه اعلى؟ علامة استفهام كبيره. لكن توتنهام مع كونتي فعلا واضح ان شخصيه قويه بيتم بنائها، وزي ما حضرتك قلت جنى ثمار ونتائج بدري قوي ان هو ينهي الموسم بالشكل القوي. ست صفقات، انت شايف مين الاقوى؟ ريتشارلسون بالطبع، يعني اضافه ايفرتون راسل ريتشارلسون المهاجم البرازيلي حاجه عظيمه جدا جدا، ولاعب كمان مرن بيلعب بادوار كتيره، ممكن يلعب مهاجم سترايكر. لينجلي من برشلونه على سبيل الاعاره، شايف بيسوما كمان لاعب وسط ملعب قوي جدا بدنيا وفي الادوار الدفاعيه وفي الخروج بالكوره. بيسوما هيبقى اضافه كبيره، وكان عليه كمان يمكن يونايتد كان من الانديه المهتم ببيسوما في فتره من الفترات. برزيتش النهارده لاعب هيحقق نقله كبيره جدا في الجهه اليسرى لتوتنهام، وهيحقق فكره كمان انك في يعني توتنهام عنده مشكله امام التكتلات. توتنهام قادر قدام الفرق اللي بتطلع بضغط عالي ان هو يسيب لها الكوره ويقدر يخلق المساحات ويلعب على التحولات، فامام التكتلات بيبقى عدده قليل، قدرته على الاختراق بتبقى صعبه. برزيتش واحد من الحلول اللي هتساعد في حل المشاكل دي. ليه؟ لانه برزيتش المفترض ان هو ظهير، لكنه لا تشعر ابدا باختلاف بينه وما بين الجناح. انت بيبقى قدامك كانك قدام جناح متكامل، هداف مروج جيد جدا جدا، مسدد عظيم، لاعب بيلعب كرات عرضيه بالقدمين اليسرى واليمنى، فده تقدمه هيزود لك مهاجم، فانت هتشعر ان فيه كثافه عدديه. كمان مع مرونه ريتشارلسون وقدرته على لعب ادوار كتير، ده برضه هيعمل الكثافه. فانا بشوف ان كونتي برضه استكمل النواقص، وهيبقى عنده قدره على انه يواجه التكتلات. عنده كين وعنده صون، يعني عنده كمان ده غير اللي عنده طبعا يعني عنده كمان اضاف نجوم كبار جدا، صحيح، وهيبقى عنده خط هجومي اكتر من رائع. صحيح.
تفتكر هيروح لغايه فين؟ هل قادر على المنافسه ما بين، انا شايف ليفربول والسيتي ما زالوا هم الاقرب للمنافسه للموسم القادم، هل توتنهام ممكن يخش يضايق شويه، ولا شايف ان هو هيلعب برضه على على مراكز دوري الابطال؟ لا هو قادر الى فتره ما يكون صداع كبير جدا يضايق يعني جداً. يضايق ليفربول ومانشستر سيتي، ومدى استمراريته مش هتتوقف عليه وحده، هتتوقف على مانشستر سيتي وليفربول هيبقوا عاملين ازاي السنه دي. يعني مثلا مانشستر سيتي خرج من عنده عناصر مهمه، والدقه القويه ما بقتش زي زمان، اصابه اي لاعب في الفتره الحاليه هتبقى مؤثره قوي قوي، لان هل هيبقى فيه قدره على تعويضها بنفس القدر اللي كان بيحصل الموسم الماضي ولا لا. ايضا ليفربول جاب القطعه اللي ناقصاه لكن ما دعمش المراكز، يعني ما اضافش عناصر جديده تخليك عندك قدره اكبر على عمليه التدوير او سد جوانب النقص اللي ممكن تحصل اثناء الاصابات. يعني صحيح. انت في الموسم لو اتصاب حد، اي عنصر في ليفربول بيصاب بيبقى تعويضه صعب، لان انت فعليا مفيش البديل المناسب لكل لاعب في مركزه، هو يعني باستثناء خط الهجوم بس اللي ممكن يحصل فيه تدوير، اللي هو الثلاثي المقدمه بيبقى فيه جوتا بره او فيرمينيو بره، فدول بيحصل فيهم تدوير، لكن في كل المراكز الفجوه كبيره جدا جدا بين الاساسي والبديل، ارنولد، روبرتسون، فان دايك. عشان كده اي عنصر بيغيب بيسيب الفراغ الكبير جدا في صحيح. تشكيل ليفربول. طب على مستوى المان سيتي، واعتقد هي كانت الصفقه الاكثر ضجيجا في العالم، اين سيذهب هالاند؟ وفاز طبعا المان سيتي بوجود هالاند او بالتعاقد مع هالاند، عنده مباراه الاولى امام ويست هام. ويست هام فريق برضو اظهر تفوق وكان هيضيع البريمير ليج من السيتي في الموسم الماضي وانتهت المباراه. شايف المباراه ازاي كبدايه؟ بدايه قويه جدا للسيتي، وعايز اعرف رايك كمان في هالاند. تمام، انا عايز اقول ان اولا ملعب ويست هام هو الملعب او اكتر ملعب بيكرهه جوارديولا، بيتكلم دايما على ان ملعب لندن ملعب ضيق جدا جدا امام فريق شرس في الادوار الدفاعيه، بيلعب بشكل متكتل دايما 4-5-1. الحصول على مساحه وفرصه امام ويست هام بيبقى موضوع معقد جدا جدا، فانا بشوف ان البدايه اللي ما كانش جوارديولا يتمنى انه يبتديها، ان هو يخرج لويست هام في ويست هام في انطلاقه البريمير ليج مع عدم جاهزيه بدنيه، واضح جدا ان هو اشتكى، قال ان احنا ما كملناش اسبوعين، كان معظم اللاعبين كمان في انجلترا ما سافروش مع امريكا في الفتره التحضيريه، جوندوجان وفودن وستونز واكثر من لاعب ما سافرش، فبالتالي هو ما استعدش للموسم بشكل جيد، ف مش في افضل حالاته، المباراه صعبه جدا جدا امام ويست هام، الفوز بيها او الخروج بثلاث نقاط بيبقى من خلال لقطه فنيه الفرد من الافراد، يعني تسديده من دي بروين، كره عرضيه هالاند، وهنا هالاند بمناسبه هالاند بقى وراينا فيه انه هيضيف الحته دي، ان مانشستر سيتي كان طوال الوقت كابتن عشان يكسب مطالب انه يبقى في افضل حال وانه يدخل بالكره الجون، يعني المنظومه كلها بتشتغل بشكل كويس، بنعمل الاختراق، بنصنع الفرصه على 6 يارد حد بيفنش، انما العمل الفردي الخارق او انه عنصر يجي من وسط زحمه ويوسع لنفسه ويشوط من بعيد، او كره عرضيه وسط 5 مدافعين حد يطلع ياخدها، ده قادر يعمله هالاند. فهالاند هيضيف لجوارديولا الحته اللي كان بيشتكي منها، يعني كان بيقول دايما في المؤتمرات ان انا عارف ان ليفربول عنده الافراد الافضل، لكن انا بشتغل كمنظومه وكعمل جماعي، دلوقتي هو قادر يمتلك احد الافراد الافضل اللي هو قادر بعمل فردي كبير يعمله، كمان هيضيف له التنوع. انا شفت ده في الفتره التحضيريه بالتحديد، انه طوال الوقت مان سيتي بيعتمد على الخروج بالكره من تحت، فالفرقه اللي بتضايقه في الخروج بالكره ما بيعرفش يلعب كرات طوليه لان ما عندوش حد بياخد الكرات الطوليه، لكن هالاند دلوقتي اصبح اللاعب اللي قادر تعمله كره طوليه صحيح. ويطلعك بيها، واي صراع صناعي بيقدر يكسبه، لكن هو عليه ضغوط انه المهاجم رقم واحد في العالم، فمطلوب منه يعمل اكتر من اللي حاصل، فده بيخلي البدايه صعبه شويه، لكن انا شايف ان انا قدام شخصيه قادره تتجاوز ده، وبمجرد ما يمشي هالاند هيبقى شرس، يعني فعليا هو كل متوقع طبعا لهالاند، حتى يمكن بعد البدايه الضعيفه امام ليفربول، ولكن كل الناس على مستوى الخبراء قالوا ان هالاند هو يعني القنبله القادمه صحيح. في خلال الاربع خمس سنين القادمه هيكون افضل لعيب في العالم على مستوى التهديف على مستوى الاداء. لكن كمان في ظاهره كمان كانت غريبه على المان سيتي وغريبه على جارديولا، كان نتكلم دايما ان بيب بيصرف مليارات بالنسبة للصفقات، ولكن كانت الجدوى عدم الحصول على دور الأبطال، لكن معانا تقرير بيقول مكاسب بالجملة للمان سيتي من خلال الميركاتو الصيفي، نشوف مع حضراتكم. يعني تقرير أكتر من رائع، شايف التقرير ده سعيد؟ تغيير واضح في الاستراتيجي بتاعت المان سيتي، أو
نقدر نقول ان البيب خلاص ما عندوش الجرأة انه يطلب لعيبة بملايين الجنيهات وما كسبش دوري الابطال. هل في تغيير في سياسات السيتي دلوقتي هيعتمد على الصفقات؟ مش هقول صفقات وحشة لكن صفقات جيدة ولكن مش بمبالغ كبيرة أو طبعا زي كمان الموسم اللي فات. بدليل ان صفقة كوكريلا برايتون طالبين 50 ووقف عند 40 مش هيتممها. لكن انا عايز اقول ان هو مفيش تغيير حصل في استراتيجي اللي هو بيشتغل على المدى البعيد عند مانشستر سيتي، لكنها قرارات بتتناسب مع المرحله. يعني ايه؟ يعني مع بدايه بيب جوارديولا في اول موسمين كان حجم الانفاق كبير جدا لان طبعا كان استبدل 17 لاعب صحيح، وكنت انت ما قدامكش خيارات ثانيه غير ان انت تستبدل اللاعبين دول لان كان جيل انتهى فعليا، كان عمرهم جميعا يعني او اغلبيتهم فوق 30، كولارايف بكام ثانيه، مانجالا، ناس كتير جدا كانت خلاص الكوره. فكنت انت قدام عمليه تغيير كلي، فده بيخلي حجم الانفاق كبير. لكن انت عملت ثوابت، عملت شكل التيم، عملت فريق قوي جدا. هنا كمان بتتداخل الرؤى الاداريه مع الرؤى الفنيه. انت قدام رحيم ستيرلينج موسم واحد وهيبقى متاح بالمجان في مكان تاني، خيسوس كذلك، فان انت تحقق عمليه بيع 110 مليون استرليني من اثنين لعيبه فده رقم مهم جدا. وفي نفس الوقت انت بتدخل اثنين مهاجمين واعدين صحيح هيدوا للفرقه في الموسم ده والمواسم اللي جايه، وقادر على اعاده تدويرهم، اعاده بيعهم. يعني هالاند 22 سنه، الفريز 20 سنه، 21 سنه، ب 18 مليون فقط مع شويه تطوير هيبقى عنصر مهم في الفرقه. يعني الفريز هيبقى مهاجم عظيم جدا 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 وقريب من انه فعلا يكون خليفه اجويرو. طب عايز اسالك قبل ما ننقل على البوندز ليجا، عايز اسالك توقعاتك، يعني لسه بدري ولكن من خلال الصفقات، من خلال البري سيزون، هل ستبقى المنافسه منحصره ما بين المان سيتي وليفربول للموسم ده، ولا ممكن جدا توتنهام يخش، تشيلسي يظهر بشكل مختلف، يونايتد يجي من بعيد، ولا انت شايف ما زالت المنافسة ما بين السيتي وليفربول؟ لا أنا بشوف المنافسة ما زالت ما بين سيتي وليفربول، وإن الحالة الوحيدة اللي تدخل منافس ثالث إن يكون في إصابات قوية مؤثرة بشكل كبير في أداء الفريقين. يعني بنشوف إن فان دايك مثلا لما بيخرج أو حد من المهاجمين الكبار حصل توقف مثلا 3 شهور 4 شهور، فده مثلا لما يغيب عنك 15 مباراة ده ممكن يحدث أثر سلبي كبير في النتائج. كذلك مانشستر سيتي الموسم ده بعد التغييرات اللي حصلت وبعد ما أصبحت الدكة مش بنفس قوة الماضي، خاصة إذا خرج برناردو سيلفا اللي برشلونة بتجهز لعرض كبير وهو اللاعب مصر إنه يمشي، يمكن باريس سان جيرمان كمان دخل في المفاوضات معاه، وهيبقى خروجه يعني مشكلة كبيرة طبعا. سواء داخل الملعب أو حتى كخيارات متعددة كتيرة ممكن تحل أزمات. يعني أنت النهاردة بعت اثنين كنت بتستخدمهم في مركز الجناح، ستيرلينج خيسوس، لأن جوارديولا في خططه إن لو اتزنقت فأنا حاطط برناردو سيلفا كواحد من الحلول. لكن في النقطة دي برضه كابتن عايز أكد على حاجة حضرتك بدأت بيها الكلام عن أهمية الناشئين، واحدة من العوامل اللي دفعت مانشستر سيتي إنه يبيع خيسوس وستيرلينج هيحقق مكاسب مادية، وفي نفس الوقت عندهم موهبة واعدة جدا وهتبقى من أهم المواهب في العالم وربما يكون حاجة مقاربة لفودن، كول بالمر. يعني من ضمن الأسباب اللي عددها قال إن إحنا عايزين الراجل ده ياخد عدد دقايق أكبر، وحصوله على عدد دقايق أكبر يتطلب إن إحنا نتخلى عن اللاعبين، فهو هيكون مشارك في عملية التدوير مع محرز. وأنا متوقع الموسم ده لكول بالمر انه يقدم اداء قوي جدا ويقول ان في صفقه كبيره جدا عملها مانشستر سيتي ببلاش قطاع الناشئين زي فودن كده. النهارده بيصنف ما بين واحد من اهم المواهب في العالم، وراتبه لسه بيتجدد من اسبوع كان 30,000 استرليني اسبوعيا. احنا عندنا في لعيبه بتلعب في بيراميدز ب 45 مليون جنيه في الموسم، يعني اعلى من فيل فودن اهم هو افضل لاعب شاب في البريمير ليج في اخر موسمين. في لعيبه رجعت من انجلترا على بيراميدز بتاخد قد فودن 10 مرات، انا مش عارف هي ممكن تقدم ايه اكتر من فودن. فعلامه استفهام كبيره بتكشف لك يعني ايه اداره رياضيه ويعني ايه شغل كيد ويعني صحيح ايه شغل عشوائي. طيب نسيب البريمير ليج ونروح للبوندسليغا. البوندسليغا اعتقد هيبقى ليها ثوب مختلف، يعني شايف كمان انطلاق البوندسليغا هتنطلق يوم الحد القادم. نشوف برضو الجوله الاولى لو محضر لنا الجوله الاولى من البوندسليغا، ودايما بنتكلم على البايرن زي ما بنتكلم كده على المان سيتي وليفربول، يبقى في عملاق عملاق اسمه البافاري. يعني دي طبعا الجوله الاولى فرانكفورت قدام بايرن، ده يوم الجمعه بكره الساعه 8:30، وعندنا طبعا يوم السبت بروسيا مونشن جلادباخ هوفنهايم، بوخم ماينز فولسبورغ امام فيردر بريمن، العائد من البوندسليغا 2 يونيون برلين امام هيرتا برلين، اوكسبورغ امام فرايبورغ،
وبروسيا دورتموند امام باير ليفركوزن، ده مباراه قويه جدا. نشوف باقي المباريات، شتوتغارت امام لايبزيج وكولن امام شالكا. سعيد، البايرن كمان زي ما بنتكلم يمكن سياسات المان سيتي في البريمير ليج اتغيرت بشكل او باخر. بنتكلم كمان على في تغير في الاستراتيجي بتاعت برضو الشراء وبيع اللاعبين بالنسبه لباير ميونخ في صفقه كبيره جدا، دي ليخت ب 80 مليون جنيه او 80 مليون يورو. شايف كمان في تغيير في سياسه البايرن، رغم انه اكتساح البايرن للبوندسليغا، ولكن شايف ازاي البوندسليغا الموسم ده؟ يعني انا بشوف ان البايرن وجه رساله قويه لكل المتنافسين على دوري ابطال اوروبا، ان انا جاي او مش جاي هصدر السنه دي، انا جاي ودوري ابطال اوروبا هو الهدف الاول ليا هذا الموسم. تدعيمات فيها جرأة كبيره وفيها شجاعه كبيره جدا جدا. صحيح. زي ما حضرتك قلت 80 مليون دي مش سياسه البايرن انه يدفع 80 مليون في مدافع، ربما في السنوات الاخيره ابتدى تدريجيا يميل لهذه السياسه، بس بيعمل ده في نطاق محدود وضيق وحسب احتياجاته هو محتاج ايه. وخلينا نقول يا كابتن بشكل واضح ان مع حاله التنافس الشرسه وتنامي الاموال في صناعه كره القدم، انت ما قدامكش حلول ثانيه غير انك تنفق بهذا الشكل. فشفنا هرنانديز مدافع ب 80 مليون، دي ليخت ب 80 مليون، لكنهم اذكياء جدا في صفقه ماني، ان هو انا بشوف ماني بقيمه اقل من قيمته الحقيقيه، يعني السعر ده رخيص جدا البايرن قدر يخلصه بيه. اضافات مهمه في كل المراكز، خروج ليفا يعني طبعا مش هتحس بيه، مش هحس بيه لسبب. رغم كل الارقام والبطولات اللي حققها البايرن مع ليفا، مش هتحس بغياب ليفا؟ مع حماسه ساديو ماني ورغبته في انه يظل منافس قوي على افضل لاعب في افريقيا وحتى الكره الذهبيه، انا بشوف ان السبب والدافع الحقيقي ان ماني يقرر انه يخرج من ليفربول الى بايرن ميونخ انه ينافس على الكره الذهبيه، انه بيشوف ان الدوري الالماني فرصه ان انا من خلالها افوز بالحذاء الذهبي واكون اللاعب الاكثر تسجيلا للاهداف في الدوريات الكبرى، ان انا اكون منافس قوي جدا على دوري ابطال اوروبا مع فرقه جاهزه وعندها كل المقومات لده. فالحوافز والدوافع اللي عند ماني وعمل المنظومه بشوفها هتكون اكثر تطورا مع ناجلزمان هذا الموسم، لان توفرت له خيارات افضل وهيكون حاله القدره على قراءه افكاره افضل عند لاعبيه. في لاعبين برضو ما كانوش وصلوا لاعلى فورم عندهم زي ليروي ساني ممكن اشوفه السنه دي في واحد من افضل مواسمه. كمان في صفقات ثانيه زي مات ستيل من استاد رين، موهبه عاليه جدا، لما اتفرجت على فيديوهاته انت قدام موهبه يعني هيكون واحد من افضل لاعبين العالم في الفترات اللي جايه. وبايرن ذكي في ده انه بيقدر ياخد لعيبه في سن صغيره بيشتغل عليها بيطورها بيضيف لها كتير طبعا. ونصير مزراوي اضافه كبيره وهيدي اريحيه اكبر لفكره انك تستخدم كيميتش طول الوقت في نص الملعب او في مناطق تانية غير الظهير الايمن، لان خلاص بقى فيه دلوقتي طيب. عندك اثنين. انا لو جبنا سيره البوندس ليجا، عوده طبعا عمر مرموش من الاعاره من شتوتغارت لفولسبورغ، وبعض التقارير بتقول ان برينتفورد مهتم بالتعاقد مع عمر. شايف مستقبل عمر مرموش ازاي؟ هل الاستمرار في البوندس ليجا مع فريق شتوتغارت ام لو في فرصه للانتقال للبريمير ليج؟ شايف ازاي عمر مرموش مع البوندس ليجا، بقاؤه او رحيله للبريمير ليج؟ شوف انا بشوف ان مرموش بيسير بخطى جيده جدا، وانه من وقت للتاني بيتطور بشكل قوي لدرجه جعلت الرعاه ورعاه كبار جدا يكونوا مقبلين على انهم يشتغلوا معاه، فده واضح جدا من تطوره في الفتره الاخيره. لكن من غير شك يا كابتن، لو انت قدام اي اختيار في البريمير ليج في هذا التوقيت لا ما تفرطش فيه، بشرط انك تبقى عارف كويس جدا ان الفرقه اللي انت رايحها تناسب اسلوبك وطريقتك وقدراتك، وان عندك مساحه تحصل على عدد دقائق كبير. وانا بشوف مرموش عنده من الذكاء الكافي انه يختار القرار الصح، وانه ما يبقاش ضحيه وكلاء هدفهم ان انقلك من هنا لهنا عشان اخد العموله وخلاص. في كمان اسبانيول كمان يعني واسبانيول اسبانيول كمان عرض يعني على وكيله انه يكون متواجد. صحيح، لكن الدوري الالماني افضل من انه يروح لاسبانيول. انا بشوف انه يستمر في الدوري الالماني وانه يبقى محل صراع الكبار دايما او رغبه الانديه الكبيره انها تضمه افضل من ان انت تروح اسبانيول، لان انا بشوفها انها عوده للورا شويه. لو مفيش بريمير ليج يبقى كمل في الدوري الالماني، لكن رهننا على شخصيه مرموش شخصيه عقليه قويه،
بتطور من وقت للتاني، فان شاء الله استمراريته تكون موجوده وانه يبقى اضافه للمنتخب ان شاء الله فتره ان شاء الله. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، امتعتنا ونورتنا كالعاده. انا اللي بشكرك جدا جدا كابتن هاني، ودايما مستمتع معاك. شكرا لحضرتك. زي ما قلت لحضراتكم كمان لسه بنتابع لاعبتنا المحترفين المصريين او حاملي الجنسيه المصريه اللي بيلعبوا في اوروبا. عرضنا على حضراتكم يمكن الاسبوعين اللي فاتوا ثلاث لعيبه، النهارده كمان معانا لعيب سيبرايل، ده الاسم سيبرايل ولكن هو لعيب في الدوري الالماني ويحمل الجنسيه المصريه، زي ما قدمنا قبل كده محمد طلبه واخوه ادم طلبه في بوخم بنقدم، وكمان قدمنا مالك بخيت طبعا في الدوري الدنماركي، كمان بنقدم لكم موهبه شابه المانيه في الدوري الالماني نشوفها. ونطلع فاصل وبعدين نستقبل طبعا نجمنا الكبير محمد الباز في اخر فقراتنا، والحديث بدقه وبتركيز على كمان هالاند وعلى نونيز لاعب ليفربول، لكن كل دوت بعد الفاصل. يعد سيبرايل ماكريكيس صاحب ال 22 عاما احد الطيور المهاجره ذات الاصول المصريه والنشطه في الدوري الالماني. بدا ماكريكيس مسيرته الكرويه مع براعم فريق باير ليفركوزن الى ان تم تصعيده الى فريق 19 عاما، ومنه انتقل الى مونشنغلاباخ لنفس المرحله السنيه، ومنه الى ريديف فريق بروسيا دورتموند، ومنه الى فيكتوريا برلين. ويحمل ماكريكيس الجنسيه المصريه والالمانيه واللاتفيه ايضا، وانتهى تعاقد اللاعب مع فيكتوريا برلين في يوليو الماضي ليصبح لاعبا حرا. وخلال مسيرته الكروية شارك في منافسات تحت 17 عاما وما فوقها في 103 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، فضلا عن إجادته للعب في مركز خط الوسط المدافع والمهاجم واللعب على الأطراف. شارك سيبرايل في 7 مباريات رفقة المنتخب اللاتفي للشباب تحت 19 عاما، سجل خلالها هدفا وحيدا، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حاليا وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150,000 يورو. ويتمتع اللاعب صاحب الأصول المصرية بالقوة البدنية وقراءة الملعب، فضلا عن المهارات العالية والتصويب من خارج منطقة الجزاء. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، يمكن من خلال متابعتنا هنا في المحترف وموسم الانتقالات في خاصه في البريمير ليج، طبعا كلنا بنتكلم على هالاند المنتقل من بروسيا دورتموند للمان سيتي، وبنتكلم على نونيز طبعا اللاعب الوافد الجديد من الدوري البنفيكي للبريمير ليج. عشان نتابع بالظبط ليه المان سيتي اختار هالاند وليه يورجن كلوب اختار نونيز، اكيد هيشرح لنا واحد متخصص في الاناليز ومتخصص في السكاوتنج، وبنشوف دايما الصوره من خارج الصندوق. بنرحب بضيفنا النهارده محمد الباز. مساء الخير عليك يا محمد، منورنا. مساء الخير كابتن هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا انت متابع كل الاجواء وكل الحديث على هالاند، خلينا نبدا بيه لان كان كل منتظر مباراه طبعا الدرع الخيريه ما بين ليفربول والمان سيتي، وكل كان كل الانظار على هالاند. بعد المباراه خرجت صوره مختلفه شويه، بعض الناس بتقول مش هو ده المنتظر من هالاند، في بعض الناس ثانيه بتقول لك لا لسه ما عندوش الفرصه الكامله والتكتيك بتاع لسه السيتي ما خدمش هالاند. انت شايف هالاند ازاي من رؤيتك انت الشخصيه ووجوده في البريمير ليج؟ صحيح، هالاند المفترض ان هو يكون اضافه قويه جدا لعنصر التهديف عند المان سيتي، زي ما قلنا ان المان سيتي العام الماضي 99 هدف، يعني اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي، وطبعا خسر 65 فرصه محققه. هالاند الهداف اللي بيحرز اهداف من انصاف الفرص، دايما متواجد جوه البوكس في رقم 6 رقم 9 في منطقه السته، دايما بي بي بيعرف ان هو يتحرك ما بين الهاف سبيس، ما بين الثيرد باكات، ما بين اللاعبين، بيخلق نفسه المساحات
هالاند بيعمل شغل مختلف تماما تماما في البوندسليغا، شفناه مع بروسيا دورتموند. المشكله اللي كل الانتقادات اللي طلعت بعد المباراه الدرع الخيريه ان هالاند ما ظهرش بالصوره المثلى اللي كانت متوقعه للناس منتظراه عليها. لا، هالاند هيكون في مشكله مع التكتيك وفلسفه جوارديولا. صحيح. ودي حقيقه، ولكن النهارده احنا هنبين هالاند عمل شغل كبير جدا في المباراه، ما خدمش عليه تكتيك جوارديولا، وهنا في المشكله. لاما جوارديولا يغير التكتيك بتاعه، لاما هالاند يبدا ان هو يتكيف بسرعه مع التشينج اللي حصل او مع التغير اللي حصل بوجوده مع كتيبه او المنظومه لمان سيتي. في حاله تغيير هالاند لطريقه لعبه، خليني قبل ما اتكلم، انت من وجهه نظرك هو ليه ما ظهرش كده؟ يعني بعض الناس بتتكلم ان هالاند طريقه اللعب اللي لعب بيها يعني المان سيتي امام ليفربول مش هتخدم هالاند، لان هالاند بيعتمد على السرعه والقوه. صحيح. وده مش اسلوب بيب. انت صحيح. شايف ازاي التكيف هيبقى ازاي الفتره اللي جايه؟ المشكله هنا وقفت بشكل واضح وصريح عند نص الملعب الخاص بمان سيتي في نقل الكره السريعه لهالاند، وده المشكله اللي احنا شفناها تكتيكين على ارض الملعب. دايما دي بروين كان يمسك الكره يبص على سيلفا، او سيلفا يمسك الكره يباصي لدي بروين، ودي بروين دايما مع رودري الكوميونيكيشن ما بينهم هم الثلاثه في نص الملعب ده كان بيعطل الكره ويعطل الهجمه السريعه اللي المفترض ان هالاند في حالات زي ديت دايما بيخلق نفسه المساحات، دايما بيتحرك. ده اللي شفناه دورتموند معظم اهدافه كوره من ورا الديفنس، بيستخدم قوته وسرعته وذكائه وبيحرز اهداف يعني. صحيح. فهنا التوليفه اللي حصلت ما بين حتى دي بروين وما بين هالاند ما كانتش على المستوى العالي، ما كانوش قاريين بعض بشكل كبير جدا، فدايما كان دي بروين يبص حتى في شوط ثاني على فودن، يبص الكره بكره الاطراف اطراف اكتر. ولكن لو كان ركز مع تحركات هالاند في العمق او ما بين في الهاف سبيسز او ما بين السيرد باكات، كان هيكون في خلق فرص اكبر لهالاند، وكان ممكن يحرزوا اهداف اكتر. وده اللي هنعرضه النهارده، تحركات هالاند للاسف ما حصلش الكونكشن زي ما بقولنا ما بين طبعا الثلاثه اللي بيلعبوا خلف هالاند زي ما قلنا، سواء كان دي بروين او حتى رودري او حتى كان معاهم سيلفا. هنا المشكله اللي احنا كنا شفناها واضحه وصريحه في مباراه الدرع الخيريه امام ليفربول. ممكن نقول ان هو خلاص بقى لهم اكتر من سنتين بيلعبوا بنفس السيستم وبنفس الطريقه، وجيزوس كمان المفروض ان هو راس حرب اساسي كان بيلعب على الاطراف، وفتره كبيره ما كانش المان سيتي بيلعب براس حرب تارجت تسعه. صحيح. فوجود تارجت اللي هو تارجت تسعه يعني هالاند ما يلعبش على الاطراف ولا يلعب على الجنب ولا ينزل يستلم، ده الراجل ده عنده قوه وسرعه كبيره جدا ومستني الكوره اللي خلف المدافعين. هتبقى مشكله ولا انت من خلال رؤيتك هتتحل من خلال تغيير التكتيك بشكل عام خاصة في وسط الملعب؟ أنا شايف إنها هتتغير أو هتتغير بشكل أسرع. يعني إحنا دلوقتي عايزين نعرض نشوف اللي كان بيحصل بالظبط في ماتش ليفربول. يعني مثلا معانا أول حالة، طبعا انطلاقات سيلفا زي ما قلنا دايما بيخش له هالاند في النص وجنبه دايما دي بروين. احنا لو هنحرك الصوره هنشوف المساحات دايما يعني نقف هنا كابتن هاني، ده اللي شفناه مع بروسيا دورتموند، دايما هالاند بيخش في المساحات دايما بيخلق لنفسه مساحه واسعه كبيره جدا، لابد على سيلفا او دي بروين هو يرمي له الكره في امامه. مع حتى شفنا كذا حاله ان هو بيترمي الكره في خلف هالاند، فطبعا ما بيعرفش بيعطلوه يعني. المتعارف عليه عشان تلعب مع هالاند، عشان تكسب هالاند وتكسب اهداف اكثر، لازم تلعب الكره في يعني كمان المساحات. نقل السرعه من الحاله، مش هقول الحاله الدفاعيه لان هو خلاص استحوذ دلوقتي، لكن دايما السيتي كان متعود على حتى عمليه الاستحواذ زياده شويه وعدم الرؤيه. صحيح. الرؤيه الاماميه، فاللقطه دي بتبين ان لو طبعا سيلفا لعب الكوره حتى من ورا المدافعين مع سرعات هالاند كان ممكن يشكل خطوره. بالظبط. فعشان كده لسه في هنا اتلعبت الكوره واتلعبت طبعا ببطء بعد خلاص، واتلعبت مش بشكل صحيح. ما احنا قلنا ان كان في مساحه كبيره جدا تلعبها قدامه، هو ده التكتيك بتاع هالاند، عايز تكسب هالاند، عايز هالاند يخدم على المنظومه ويحرز اهداف اكتر، لازم تلعبها بالطريقه ديت. هنا الكوره ديت مثال واضح ان تم لعب الكوره ببطء، طبعا ما اتحطتش في المساحه امام هالاند اللي هو بقوته وبسرعته كان يقدر ان هو يخش ويواجه المرمى. لو هنكمل الصوره اللي بعدها هنشوف ايه اللي حصل. شوف يا كابتن هاني، خلاص بدا طبعا فان دايك يخش في الصوره، خلاص يعني عقبال ما يستلم اتقفل عليه. لو شفنا بعد كده ما اتحكمش فيها. بالرغم عن كده يعني دي خلق فرصه تهديف يعني طبعًا. بالرغم ان الكره اتاخرت شويه، بالرغم ما كانتش صحيح. قدامه يعني لو كانت قدامه كان داس عليها وراح، لان حتى يعني فان دايك مش لعيب سبرينتر. بالظبط. لا بالرغم عن كده
عمل كنترول لكن طبعا اتحطت والحارس المرمى مسك. نشوف يعني بالظبط يعني لو نكمل هو خلاص طبعا ضاعت الهجمه لو كانت لعبت بشكل افضل. هنا برضو نفس الصوره دايما بنقول هالاند بيقف في بين الثيرد باكات، دايما بتلاقيه واقف في الهاف سبيسز. خلاص لازم نفهم عقليه هالاند تحركاته، يعني كره زي ديت نفس الكلام سيلفا ايد من ناحيه الشمال ان هو عمل العرضيه هنا لو نكمل هنبص راحت فين هالاند على طول يا كابتن هاني، كان بره خالص ما بين الثيرد باكات او دخل في العمق وبدا ان هو ان هي تشكل خطوره بشكل كبير جدا. وللاسف لو احنا هنشوف اللقطه اللي بعد ديت الكوره ما نزلتش او ما استخدمهاش براس بدماغه. فاكر اللقطه ديت حتى هو لعبها على رجله الشمال صحيح، كان ممكن جدا لو سبق يلعبها بدماغه او حتى يعني كان ممكن جدا يلعبها برجله اليمين، لكن هي هو ده اللي عايزه هالاند بالظبط، الكوره تتلعب له في مساحه ما بين المدافعين. اه دي طبعا هو لعبها بقدمه اليسرى بالظبط، كان المفروض يلعبها بدماغه يعني. صحيح دي خطوره هالاند، الناس بتقول هالاند ما ظهرش بشكل المتوقع وبشكل رائع، لا ده هالاند ظهر. تاني عايزين نقول احنا بنقول ان هالاند ما بيلعبش الفولس ناين او طبعا شادو سترايكر، ولكن اضطر ان هو يلعبها وخرج بره البوكس بره ال 18 في بعض الاوقات يعني اثناء المباراه. دي مثال نزل هالاند هنا بيلعب الكوره، استقبل الكوره طبعا في حاله تحول من حاله الدفاع للهجوم، لعب لدي بروين هنا عايزين نقف او ممكن نحرك نشوف طبعا هنا دي بروين بيبص فين، دايما دي بروين هنا فودن بيتحرك له يعني نفس الصوره المتعود عليها دي بروين، دي بروين دايما هيرمي الكوره طبعا في المساحه هنا اكتر من يعني من اي حد يشوفها زي ما الكتاب بيقول. طبعا دي افضل سيناريو ان دي بروين هيلعبها هنا في ناحيه الشمال او ناحيه في الفودن وتروح، ولكن عايزين نكمل عشان احنا النهارده بنركز على هالاند. شوف هالاند هو طبعا دي بروين واقف على الكوره شويه صحيح، وقف على الكره شويه هو برضه لعبها في ناحيه يعني اوفرلابنج كده لفودن، ولكن عايزين نركز على هالاند. احنا عنوان اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هالاند وتحركاته، دايما نشوف هالاند بيتحرك في العمق، دايما بيتحرك في خلف المدافعين قلب الدفاع. دي بروين محتاج ان هو يوسع الرؤيه اكتر، احنا طبعا دي بروين يعني احنا بنتكلم افضل بلاي ميكر في العالم طبعا، فالسكاننج عند دي بروين لا لسه الكونكشن ما حصلش ما بينه وما بين هالاند. هنا المشكله اللي شفناها لو كان وقف على الكوره بشكل افضل او وسع السكاننج عنده كان ممكن يستغل يرمي الكوره في المساحات. خلاص التكتيك بتاع هالاند بيقول ارمي لي في المساحات، ارمي لي وانا هروح واخلص، هو ده للاسف لو هنكمل هنشوف ان طبعا دي بروين هنا الصوره شوف يا كابتن هاني باينه قوي وباينه هنا اوضح، لان طبعا هالاند دخل في العمق وللاسف ما اتلعبتلوش الكوره في المساحات، ودايما اعتقد طبعا بيب جوارديولا خلي بالك هو كمان ميزه هالاند ان هو ممكن جدا بيخلق بدل ما يكون عند دي بروين فرصه واحده انه يلعب الكوره للفودن لا هو كمان بيديله اوبشن زياده ان هو في حاله لو غير رايه او اتقفل عليه ممكن جدا يكون عنده كمان مساحه لهالاند يشتغل عليها بالظبط. يعني احنا شفنا في ثلاث امثله اللي فاتوا يا كابتن هاني ان هالاند فعلا ضرب خط الدفاع بتاع ليفربول فان دايك، لان طلع تصريح لاجويرو بيقول انت هالاند كنت بتلعب دي طبعا فرصه الجون، هنكملها ونقول تصريح يعني اجويرو دي اللي حصلت فيها طبعا الهدف وكملها طبعا، وكان هدف الاول هدف التعادل للمان سيتي. عايزين نقول ان اجويرو طلع في تصريح قال انت هالاند خلاص دلوقتي جالك فان دايك، يعني الصخرة الكبيرة، انت مش في الدوري الالماني في بروسيا دورتموند الملعب واسع هناك تقدر تتحرك في المساحات وتحرز اهداف، لا هنا فان دايك. انا شفنا في الثلاث امثلة ان فان دايك ما كانش مركز اصلا، كان ضرب في خط الدفاع ضرب هالاند وضرب فان دايك طبعا وماتيب ودخل في العمق في اكتر من صورة. الفرصة دي كانت طبعا فرصة جميلة وده هدف التعادل لو هنكمل، ولكن احنا برضو عايزين نقول تحركات هالاند كانت ازاي لما يحصل كونكشن سريع ما بينه وما بين دي بروين هيبقى ساعات دي طبعا دي الفرصه طبعا المهدره بغرابه شديده طبعا، وضرب الكره يعني بعد ما ارتدت خبطت في العارضه، وكان هو كمان بعد اللقطه دي ضحك يعني هو نفس الصوره جت عليه كان ضحك. تفتكر الاجواء المختلفه في البوندز ليجا الضغوط انا لعبت في البوندز ليجا في ضغوط جماهيريه ولكن لا تقاس بالضغوط الجماهيريه والنقاد في البريمير ليج، ممكن ياخد وقت شويه هالاند عشان ينسجم في البريمير ليج
او مع بدايه طبعا المسابقه هينطلق زي ما انطلق مع دورتموند. انا متوقع ان هو هينطلق، يعني احنا شفنا ولسه هنشوف بعض الحالات وجوده وتمركزاته وتحركاته بتقول ان لا في كتير جدا وهينطلق ويخش في الاجواء بسرعه جدا. واعتقد بيب جوارديولا قالها بكل في تصريحه ان محتاج ان هو يشتغلوا مع بعض بشكل كبير، دي الفرصه طبعا، وان هو هيساعد هالاند. هالاند لاعب ذكي جدا، لاعب فاهم طبعا الدوري الانجليزي والضغوطات، الصحافه هناك قاسيه جدا، انتقادات سريعه جدا، يعني تم انتقادات بشكل كبير. اعتقد بعد ما يشوفوا الحالات دي لو ركزوا مع تحركاته هيقدروا ان هم يغيروا رايهم، لان احنا شايفين ان هالاند هيكون من افضل او منافس شرس جدا على طبعا خط الهجوم او الهداف الدوري الانجليزي الموسم القادم. ده فرصه ثانيه نفس الكلام، يعني دي ايضا الفرصه السابقه. لو احنا هنكمل هنشوف، عايزين نتفرج هالاند عمل ايه والتاتشز بتاعته وتحركاته اللي هتخدم على المنظومه. يعني في حالات ثانيه كابتن هاني بتورينا ازاي هالاند ايضا بيخرج بره البوكس، دي برده صوره ثانيه مهمه جدا. رياض محرز هنا الكره طبعا اتلعبت من رودري، هيلعبها نزل له هنا، دايما زي ما بقول نزل هالاند طبعا بيبعد عن الرقابه شويه وبيستلم، فان دايك بعد المساحه ما بينه، نزل طبعا فان دايك بعيد عن وسابه تماما. فهنا شفنا في الصوره ديت هالاند باص الكوره لرياض محرز، عايزين نشوف اللي بعدها ايه اللي حصل. يعني عينينا دايما وتركيزنا مع هالاند، هنا رياض محرز. رياض محرز طبعا بياخد القرار، خد اكتر من قرار كابتن هاني خاطئ جدا، دايما معظم تسديداته على المرمى كانت خارج المرمى او بتخبط في الدفاع. انا عايزين نقول هنا القرار لسه الكونكشن ما حصلش ايضا مع هالاند. شوف هالاند خد المكان في الصوره هنا بتوضح معانا وجود هالاند جوه البوكس في السته، فاضي تماما. انت يعني رياض محرز استعجل، دايما قراراته كانت سريعه وخاطئه. لو كان بص وشاف هالاند وكان بصاله الكوره كان فرصه هدف محققه لهالاند. احنا شايفين فرص كبيره جدا. اللي بكلمك عليه محمد، هل هو محتاج وقت شويه؟ يعني هل هيحتاج وقت شويه عشان صحيح كوب مع دي بروين سيلفا يلعب له بسرعه؟ العلاقه ما بينه ومن محرز برضو لازم تكون علاقه سريعه صحيح. وانت عارف الريتم في البريمير ليج ريتم سريع، فمش هيلحق صحيح. تفتكر امكانياته تاهله؟ امكانياته طبعا امكانيات طبعاً كبيره، ولكن خلال الاسبوعين او الثلاثه الاولانيين نقدر نشوف هالاند بالصوره المثلى ولا هيحتاج وقت شويه؟ انا اعتقد هيحتاج وقت شويه، ولكن ذكائه مع ذكاء بيب جوارديولا وذكاء طبعا دي بروين ومحرز، متكلم في لعيبه كبيره جدا فاهمه ان هي ازاي تخش في الاجواء بسرعه مع هالاند، اعتقد هيساعد في طبعا انتقال بسرعه هالاند ان هو يخش مع الكتيبه وعلى التوليفه يعني ويحرز اهداف. ده بالنسبه لهالاند. وعلى الجانب الاخر في نفس المباراه كان في لاعب طبعا مميز جدا وانتقال نونز من البنفيكا لليفربول صحيح، رغم عدم اشتراكه من بدايه المباراه لكن كان ليه تاثير ايجابي اكتر طبعاً كتير جدا من هالاند صحيح. نونز ووجوده في ليفربول وبجانب محمد صلاح بجانب طبعا دياز، انت شايف ازاي هذا اللعيب من خلال الفترة اللي جاية او بداية البريمير ليج؟ صحيح، احنا كنا مع حضرتك اتكلمنا ازاي ليفربول اختار نونيز، دايما ليفربول صحيح بيختار اللاعب مش الخارق الرائع فقط، ولكن الذي يتناسب مع المنظومة ويخش دايما بسرعة مع كتيبة كلوب. عايزين نقول ان نونيز، لا نونيز انا احنا اتكلمنا هنا قبل كده ان هو بيشبه طريقه لعب ساديو ماني، دايما ان هو حقق المثلث اللي احنا شفناه، يعني تحس ان هو كان مع بنفيكا بعد دخول ساديو ماني كراس حربه، بعد دخول ساديو ماني كراس حربه طبعا مع وجود دياز لما راح ناحيه الشمال. صحيح، نونيز لاعب طبعا زي ما قلنا رقم 9 زيه زي هالاند. اللي بيفرق عن هالاند زي ما قلنا ان خلاص هالاند زي ما كنا بنشرح دلوقتي هو بيلعب صريح راس حربه صريح، اما نونيز عنده تحركات ذكيه جدا. نونيز بيقدر ان هو ينزل في نص الملعب، بيقدر ان هو يساعد في البيلد اب، بيقدر ان هو يفتح مساحات او يعمل زياده العدديه. يعني نونيز مختلف تماما، دي الطريقه اللي بيعجبها او بيفضلها يوجن كلوب بالنسبه لراس حربه عشان دخول محمد، دخول هندرسون. دي الديناميكيه اللي دايما كنا بنقول عليها، شفناها بالظبط كوبي بيست، حسينا ان نونيز لا بيلعب بقاله سنين صحيح مع ليفربول، مفيش اي اختلاف. شفنا محمد صلاح بيخدم عليه، يعني مثال معانا هنا التكتيك ازاي محمد صلاح طبعا نزل مسك كره، نونيز فين؟ نونيز واقف دايما، وده المتعارف على نونيز لما كان مع بنفيكا، واقف ما بين السرد باكين بيبدا ان هو يفتح المساحات وينزل. هنا كابتن هاني هرب من وسطهم وطبعا خد المساحه ناحيه اليمين واستلم الكوره وبدا ان هو لكن هو لسه هيخش، هو طبعا هيخش دخل في العمق بالزبط. هنا هندرسون طبعا رماها له بسرعه، وده الديناميكيه زي ما كنا بنقول، لما صلاح يخش في العمق هندرسون بيفتح او ارنولد، وهنا طبعا رمت لصلاح. دي الفرصه بتاعت ضربه الجزاء اللي لمست طبعا هنا في روبن دياش واتحسبت ضربة جزاء، دي اللي سددها محمد صلاح.
ده مثال اخر ايضا طبعا دايما الديناميكيه، دايما هتلاقي لا اما هندرسون لا اما فيرمينو لا مركزيه موجوده، لا مركزيه هنا هو يعني ركز مع نونيز عينه محمد صلاح بالظبط، لكن وجوده كمان عنده سرعات، وده طبعا الهدف اللي جابه هدف روبرتسون اتلعبت له بالظبط، هدف يبين قدرته على التهديف، انه حتى من انصاف الفرص، حتى يعني من خلال الفرص اللي جات له واضح جدا حضورته جوه الصندوق بشكل كبير جدا. وهل كان يفتقد فعلا خلاص بنتكلم على راس الحربه الصريح من خلال ليفربول، هل نونيز هو راس الحربه الصريح خلاص اللي بيلعب 9-9 وخلاص عندنا شكل بالنسبه للاجنحه، او ممكن يقوم بادوار ثانيه؟ يعني هيقوم بادوار ثانيه، هيلعب راس حربه صريح زي ما كان بيلعب حتى ساديو ماني في الايام الاخيره بوجود دياز ناحيه الشمال، وهيجبر يورجن كلوب في بعض المباريات على حسب دراسه الخصم هو يلعب ب 4-2-3-1، ان هو الواحد ده هو صريح راس حرب صريح ايضا. يعني يلعب ثلاثه تحت راس الحربه، ثلاثه تحت راس الحربه، وفي الحاله دي يا اما جوتا زي ما كنا بنقول، يا اما طبعا فيرمينو. فيرمينو لعب قبل كده برضو صانع العاب، دي لو جبها من الاول فرصه طبعًا رائعه، بس عايزين نشوف التحرك، عايزين نشوف التحرك هنا يا كابتن هاني بالظبط. الكره بدات من هنا، التحرك بتاع نونيز دايما بينزل ويسحب معاه واحد من الدفاع او الظهير او السيرد باكات او القلب الدفاع، سحب معاه هنا روبن دياش، نزل فتح المساحات هنا، شوف لعب الكره بسرعه، والصوره الثانيه بتورينا اتحرك على طول في العمق، اترمت بسرعه من هندرسون راح في وجهه المرمى طبعا، يعني قفل عليه. هنكمل هنشوف طبعا، للاسف هو هنا خانه الفينيشنج، كان فيه مشكله، كان في قرار من اسرع في صدر طبعا، خبط في صدر حارس المرمى طبعا ادرسون، لكن تحركات واضح منها ان عنده السرعه، عنده قوه، عنده الرؤيه، وكمان عنده الميزه التهديفيه، انه خلينا نكلم ثلاث فرص بيحرز هدف مع اول مباراه رسميه. صحيح، اعتقد هنشوف راس حربه واعد، يعني واعد كمان طبعًا. بيصعب الامور على نجمنا محمد صلاح. لكن انا شايف كمان ان وجوده بوجود هذا اللاعب هيفيد كمان محمد صلاح طبعا، يعني تلاقي مساحات اكتر بقى لمحمد خلال الفتره اللي جايه يعني. صحيح، لان احنا شفنا تحركاته، يا اما ينزل بقلب الدفاع يسحبه معاه لنص الملعب، فهيفضي طبعا مساحه للديناميكيه هندرسون ومحمد صلاح، او حتى ارنولد يزيد ويرفع محمد صلاح، دايما هنشوفه بيخش في العمق اكتر الفتره الجايه، لان طبعا نونيز تحركاته الكثيره، لاعب بيجري في كل حته في الملعب. طب عايز اخد رايك في محمد صلاح في الماتش ده، شفته ازاي؟ محمد صلاح طبعا يا محمد صلاح كان مركز جدا، بادئ بدايه قويه جدا، عارف هو بيعمل ايه. محمد صلاح اعتقد كان فت جدا، مستعد داخل بتركيز ذهنيا وصافي جدا، صافي ذهنيا، وعنده رغبه في اللعب، وعنده يعني بلغه الكره نفسه مفتوحه، يعني نفسه مفتوحه، هاي موتيفيتد، كان يعني مركز جدا. ده اللي انا شفته في محمد صلاح، ودايما اللي بنشوف محمد صلاح، محمد صلاح دايما بيمتاز مع بدايه كل موسم ان هو يحرز هدف او يبدا بدايه قويه او ببطوله، يعني صحيح. ده بيديله دافع قوي جدا. يعني محمد صلاح دايما احنا عارفين لاعب دايما بيحب دايما يكون سباق دايما في الصوره رقم واحد، ان هو يحافظ على الارقام اللي صنعها. طبعا دي كانت بطوله مهمه جدا، يعني تقدر تقول يعني الميسنج تشامبيون اللي كانت ناقصه لليفربول لمحمد صلاح مع الالقاب اللي حققها سواء جماعيه او حتى الفرديه. محمد صلاح كان مركز جدا، اعتقد هيكون في مثلث رعب مع نونيز ومحمد صلاح، طبعا مع دياز او حتى فيرمينو، انا شايفه ان هو ايضا فت وجاهز، وان هو هيبقى السنه دي الموسم الحالي قوه كبيره جدا مع ليفربول. يعني باز دايما بتمتعنا، بنشكرك شكرا جزيلا، ودايما يعني بتمتعنا وتواجدك معانا هنا في الفقره مميزه جدا، نشكرك شكرا جزيلا، ولقاء ان شاء الله اللي جاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا كابتن هاني، شكرا لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله لقاء جديد باذن الله يوم الاثنين اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.